تحية صباحية مميزة لكل اللي عم بيتابعونا عبر شاشة نور الشباب بلبنان والعالم. من أسوأ الأمور اللي بتصيب الإنسان بحياته أنه يكون جسد بلا روح وعيون بلا دموع وقلب بلا رحمة. وبالفعل عمل الرحمة هو الشيء الوحيد اللي ما في حدا يسلبنا إياه. الرأفة والرحمة على الآخر هو قرار. قرار بالحب. قرار بالصفح والمساعدة. قرار بالمغفرة للغير. الإنسان فيكون عنده نقص بكل شيء، ولكن نقص الرحمة أو انعدامة هو غياب الله بحياتنا، ولما بغيب الرب بتغيب المحبة. والسؤال، مين منا قادر يعيش بلا ما يحب؟ خلونا مشاهدينا نتذكر أنه الرب أوصانا وقال إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطأة إلى التوبة. طلب الرحمة طلب ثمين، ولكن منه مستحيل، لذلك ارحموا كي ترحموا. البداية رح تكون مع الإنجيل المقدس مع الأب جوزيف سعد الراهب الماروني المريض. المجد لله. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. أراد عالم التوراة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا، وقع في أيدي اللصوص، وعروه وأوسعوه ضربا، ومضوا وقد تركوه بين حي وميت. وصدف أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق ورآه فمال عنه، ومر أيضا لاوي بذلك المكان ورآه فمال عنه ومضى، ولكن سامريا مسافرا مر به ورآه فتحنن عليه ودنا منه وضمض جراحه ساكبا عليها زيتا وخمرا، ثم وضعه على دابته وذهب به إلى الفندق واعتنى به. وفي الغد أخرج دينارين وأعطهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت فأنا أفيك عند عودتي. فما رأيك؟ أي هؤلاء الثلاثة كان قريب ذلك الرجل الذي وقع في أيدي اللصوص؟ فقال: الذي صنع إليه الرحمة. فقال له يسوع: اذهب واصنع أنت أيضا كذلك. حقا والأمان لجميعكم. الذي صنع إليه رحمة. هالإنجيل يلي سمعناه يختصر بكلمة، وكلمة كتير أساسية كان يسوع عم بيدور حولها، وأكترية المرات كان عم بيحكي فيها، هي الرحمة. الرحمة يلي منطلقة من المحبة ومن الحب اللي ما له حدود. بيقول يسوع: اصنع أنت أيضا كذلك. هالرحمة يلي منطلقة من قلب السامري تجاه الإنسان يلي نازل من أورشليم على أريحا، بتفسر لنا أكثر فحوى ومضمون الإنجيل ورسالة يسوع بيناتنا. هالإنسان اليهودي يلي نازل على أريحا هو إنسان ما بيتعاطى مع السامري. كان في مشكلة بين اليهودية والسامرية، وكان مقطوع الاتصال وممنوع التعاطي، كان نجس وخاطئ. كل شخص من السامرية بيتعاطى مع يهودي، أو كل يهودي بيتعاطى مع سامري، وشفناها مع المرأة اللي كانت على البير، المرأة السامرية على البير، وقت اللي قلت له ليسوع: أنت كيف عم تحكي معي ونحن ما فيها الحديث. أنا بإنجيلنا اليوم الكاهن يلي مر من حد اليهودي وعبر، كلنا بنجي وبنطلع وبنسأل ليه؟ شو السبب؟ يا هل ترى هو لأنه كاهن وشايف بحاله، أو لأنه هو ذو مركز؟ إنما الواقع بيقول إنه الكاهن أول شغلة بانطلاقه نحو أريحا. أريحا كانت مدينة اللهو، مدينة
الضياع. فمن هون منشوف قد الواقع بيختلف عما هي الهوية. فالكاهن وقت اللي التقى فيه كان ممنوع عليه دينيا انه يقرب ويمس اليهودي لسبب واحد، انه ينجس من الدم وما بيعود فيه يدخل على الهيكل ويقدم الذبائح. زيت الشيء للاوي يلي هو خادم بالهيكل كان ممنوع عليه يلمس دم او جرح، لانه كان عليهم يرجعوا من بعدها يقعدوا برات الهيكل ويتطهروا ترجع يدخلوا. فاذا في عنا نوع من عقم بالرساله، في عنا نوع من عقم بالخدمه يلي عم بيقدوها. اما من هيدا هون المنطلق فهمنا ليش يسوع قال للشعب اليهودي اريد رحمه لا ذبيحه، وبذات الوقت بيقول لهم لليهود هذا الشعب يعبدني بلسانه فاما قلبه فبعيد عني. قدام هاو الايات يلي عم نسمعهم منفهم حقيقة السامري يلي رغم العداوة بينه وبين اليهودي اللي اتطلع عليه، كان هالإنسان اللي متروك بين الحياة والموت. قبل ما يتطلع عليه ويشوف لباسه ويميزه انه يهودي، طلع على الإنسان يلي فيه، طلع على المضمون، على الجوهر يلي جواته، يلي شافه بذات الوقت عم بينوس لدرجة بيقول لقى كان متروكا بين حي وميت. يعني احنا بس نقول هيدي الجملة نعرف انه الشخص شبه ميت. سامري ترك كل المعتقدات وكل الطقوس وانطلق بالرحمة. هيدي الرحمة اللي عم بيحكي عنها يسوع، نزل ضمد جراحه، تعمل الزيت. الزيت هو يلي كان من اتمن الاشياء يلي معقول كان يكون عندهم اياها، وبزيت الوقت استعمل الخمر ليطبب. فاذا بنفهم هون قديش كان في حنية وقديش كان في رحمة، انه هيدي السامري تخلى عن المركزية، تخلى عن على المناطق يلي مختلفة بين بعضهم، وراح معه ابعد لليهودي، ضمد جراحه واخده معه حتى على الفندق حتى يطببه. ليكو اليوم شو الواقع يلي نحن عم نعيشه، وقديش السامري بحط نقط كتير كبيرة على حياتنا وعلى الاشياء اللي نحن عم نعيشها. كم مرة ومرة بيطلع خلقنا على بعضنا ونبقى نحن عايشين بين بعضنا، كم مرة ومرة منتحدى بعضنا بإشياء ربنا مش موجود فيها، بس لأنه نحن حابين الظهور أو حابين نلفت الانتباه أو حابين يمكن ببعض المطارح حط نقط على حروف. كم مرة ومرة نحن منكون اللصوص بحق بعضنا، ويلي نحن من زيت المنطقة، ويحنا من زيت المنطقة، ويلي نحن من زيت الجو يلي عايشين فيه، منصير نحن اللصوص من بعضنا، ومنصير نطلع بعضنا نقول إنسان فلين خرجه وفلين لازم له وقليل يلي صار فيه. قد اليوم دينونتنا عم تكبر لحظة اللي أنا بوصل وما في أشطر مني بالحكي، إنما اليوم أفعالي ما بتشبه أقوالي. قد في علينا اليوم ديوني كبيرة، وقت اللي منعرف ومنميز كلمة ربنا بحياتنا، بس بزيت الوقت أنا اليوم في كلمتي في صدى أفعالي لازم يسبق صدى ربنا بحياتي. فمن هيدا الإنجيل هون علينا نعرف ونميز أول شغلة منو خيه، منو قريبه. مثل ما قال رجل التوراة إجا عم بيبرر حاله ليه؟ لأنه كان يسوع بالإنجيل بالمقطع اللي قبل عم بيقوله أحبب قريبك حبك لنفسك، بده يبرر حاله. كلنا منفتش اليوم أنه نبرر حالنا، أنا عملت هيك لأنه ما كان عندي غير حال، أنا عملت هيك لأنه أزيني، أنا عملت هيك لأنه إنسان ما بيحبني. دايماً منطلع علاقتنا بالشخص الآخر من الميل التاني، دايماً منفتش على قريبة من منظار القريب الآخر، أنه يا هل ترى أنا قدي قريب منه حتى أنا اليوم بادله بالعلاقة. اليوم يسوع حط الأحرف، حط النقط على الأحرف وقالنا انطلقوا من ذاتكم، انطلقوا من الإنسان يلي جواتكم، ما تتطلعوا على الآخر مين هو وشو هو وكيف شكله، ولا حتى على لباسه أو على حاجته، طلعوا على الجوهر على المضمون وانطلقوا نحو الآخر. وهون منبلش نخلق تغيير، هون منبلش نحكي عن المحبة، وهون ببلش أحكي عن إنسان مسيحي مختار ربنا، وبذات الوقت بده يعيش هيدا الرحمة يلي بتنطلق من المحبة. ومن هون الدعوة لإلنا نحن نعيش الرحمة يلي جوهرها وأساسها محبة، محبة ربنا. ومن هون نحن بنفهم
محبتي لقريبي هي من محبتي لله، هو اللي له المجد إلى الأبد. آمين. مشاهدينا فاصل صغير وما نتابع. كفرة شرب الطل ضو سراج بعنايا، نعم طل فينا حل نعم تزيد العطايا، وطلت رفقش بينا هل فرح جربتا وحملايا، ويا لبنان عطينا وضل من القداسي هدايا. كفرة شرب الطل ضو سراج بعنايا، نعم طل فينا حل نعم تزيد العطايا، رفقش بينا هل فرح وشربت وحملايا، يا لبنان اعطينا وضل من القداسي هدايا. مشاهدينا عودة لكم، أهلا وسهلا أبونا. إنجيل اليوم إنجيل يمكن بينقل واقع عم نعيشه، أو نحن بحاجة اليوم نعيشه، واقع الرحمة. هل فينا نقول إنه اليوم بعالمنا انفقدت الرحمة نهائيا؟ على أكيد ما فينا نقول انفقدت الرحمة. دايما الرحمة الميزة اللي بتميزها إنه ما منشوفها،
يعني أوقات كثير بنشوف أعمال رحمة ومنميزهم ونقول إنه إيه هيدا عمل رحمة، بس أوقات كثير أعمال الرحمة بواقعها مثل ما هي منا أعمال تميز، لأنه ما حدا منا قادر يقرأ الشخص اللي مقابلنا، الشخص اللي عميش نحن وياه، وين عم بعيش من الرحمة أو شو عم بعيش من حكم على الإنسان الآخر اللي مقابله. فهذا المنطلق هون، الرحمة هي طارت بعالمنا نوعا ما متخفية بأعمالنا بتصرفاتنا، ومن النادر جدا نشوف. دائما بنشوف ببعضنا هذا الشيء اللي كنت عم تنطلق انت منه، ننطلق دائما انه بنشوف اشخاص كثير عم بتحاكم بعضها، واشخاص كثير عم تخلق مسافه بينها وبين بعضها بحكم يمكن الشغل، بحكم العلاقات، بحكم الواقع يلي نحن عم نعيش فيه. بس بذات الوقت صارت الرحمه عم تنطلق من واقع انه شيء ملموس عم نعيشه او عم نسعى انه نطبقه بالظاهر، لاعمال صارت خفيه وغير ظاهره للعلن. أبونا تكلمت بالتأمل أنه نحن أمرار بيكون بين بعض لصوص، لصوص مش بمعنى السرقة ولكن بالمعنى الآخر اللي هو أنه منجرح ببعض، منأذي بعض أوقات يمكن جسدياً ونفسياً ومعنوياً بكل مراحل تعاطينا. بس اليوم حكماً بحي الله علاقة بين شخصين بده يكون فيها التنافر، يعني ما رح يكون في دايما تجاذب، لازم الإنسان بأوقات يقسى، أوقات يكون بلا رحمة، أوقات يكون، بس فعلا هي الرحمة لازم تكون موجودة بين بعض. هذا الشيء عم نفقده، واللي عم يطغى على حياة الناس هو القساوة بدل الرحمة. بالوصايا العشرة بيقول الله لا تقتل. القتل ما كان بس قتل سلاح، حتى كان في حتى لسان اليوم قادر يقتل أكثر، وشفناها مع يسوع بس قال لهم ما تخافوا من اللي بيقتل الجسد، خافوا من اللي بيقتل الروح. صحيح. من هذا المنطلق هون اللصوص اللي بنحكي فيهم واللي بنعيشهم بحياتنا واللي احنا مرات كتير بنكونهم هو لص وقت بكلمة بيسرق الطمأنينة، بكلمة بيسرق السلام يلي أنا عايش فيه، بتصرف كتير بسيط بيخلق لي نوع من بلبلة وتشوش بنهاري كله أنا بغنى عنه، يمكن هو هذا الشخص اللي مقابلي ما يكون قصده. مشان هيك دائما الانطلاقه هي انا منا الشخص الاخر. وانا اليوم وقت اللي بدي انطلق من رحمه، بدي انطلق لحي الله عمل اساسي وجوهري انه ما اطلع بالشخص اللي مقابلي مين. اليوم شفناها بالانجيل سامري ما اطلع، لانه يعني اليوم اليهودي معروف من لباسه والسامري كان معروف من لباسه حتى يميزوا بعضهم وما يصير في اذا بدك هالتعاطي مع بعضهم، بضل كل مين بطريقه ما يتعاطوا مع بعضهم، هالقد كان الشرخ كبير بين بعضهم. فكان كل مين بيسلم على الطرف الآخر مثل الخاطئ ومفروض يطلع يتطهر ويقعد بعيد. نحن اليوم منعيشها بحياتنا مننجس بعضنا لدرجة أنه بصير يقول فلان لو فاتوا إيه البونجور أنا ما برد. أبونا يمكن اليوم هذا الغلط يمكن بالتوراة أو يمكن كان بالشريعة قديما أنه كانت تفصل بين الناس وتحدد أنه هيدا هون وهيدا هون وهيدا هون، والطلاقي هو خطيئة. يعني اليوم الشخص اللي ما بيعرف انه اليهودي ما كان لازم يتعاطى مع السامري ولا مع اللاوي ولا حتى مع الكاهن، هول ثلاث قصص جوهريه يمكن بتخلينا بمحل محلات نفقد نوع من الرحمه الموجوده اللي لازم تكون بين الاشخاص، لازم تكون بين أبناء الجنس الواحد اللي هو الإنسان بالنهاية. انتبه اليوم يسوع بس عطى هذا المثل كان عارف شو عم بيحكي. نعم. مشان هيك قال لهم بقلنا أريد رحمة لا ذبيحة من أي منطلق. اليوم الكاهن لو نزل وساعد هيدا اليهودي أول شيء اللي بينطرح عليه استفهام إن كان هو من كان اللاوي نازلين على أريحة، أريحة مدينة له منا مدينة إنه هي صالحة أول شيء لمين ما كان يكون إن كان لليهودي وإن كان لللاوي أو للكاهن. بس يسوع جلس مع الخطأ. هذا غير أنا أوكي جلس مع الخطأ بس ما نزل طيخته. اليوم اللي نازل على أريحة نازل يخطي. هي مدينة له، هي مدينة إذا بدك كل شيء لا يمط اللي بالشريعة بصلة. يعني مثل لوط، مثل مدينة لوط. لا مثل لوط وغيره حتى في يكون لغير إشياء، يعني إن كان للقمار إن كان لده كانت مدينة له معروف، يعني مثل اللي نازل على الكازين أو مثل اللي نازل على غير مطارح. نعم. هذا المنطلق هون في مشكلة إنه اليوم يلتقى الكاهن على هيدي الطريق وإن كان اللاوي وإن كان اليهودي. يعني اليوم تطلقته باليهودي هو اللصوص عارفينه نازل حامل مصاري لأنه نازل يلعب، ف
فأذن على هيدي الطريق في مين ناطر، لأنه عارف اللي نازل مدجج معه أموال، معه مصاري يصرفها، بينسرق، هين ينسرق وضروري ينسرق لأنه حامل ونازل، عارفين أنه ما رح تطلع سلتنا خفيفة. هناك تلقطوا في اللصوص هالكاهن واللاوي يلي نازلين من بعضه، أول شيء ما فين يلتقوا فيه على الطريق لأنه هني مش مفروض يكونوا تحت، هي أول من أول منطلق. تاني شغلة، مجرد ما يدقوا فيه رجعتهم على أورشليم فيها نوع من تطهير، وكان اليهودي يتعب المستحيل حتى ما يوصل لهيدي النقطة. يعني بتقولي دايما الكاهن أو اللاوي كان دايما يفتش ضل ماشي على الشريعة، هو اللي حامل الشريعة، هو يلي بده يطبق التورات، ما في يموج فيهم شمال ويمين. وهيدي كانت مشكلة التورات، إنها محددة وزاركة الإنسان بواقعه وبحقيقته على شو هو. بس اليوم هذا الشيء يمكن ما بيتطبق علينا، صح؟ جئت لأكمل، بيتطبق علينا ولا لا؟ لألك ليش؟ لأنه اليوم منشوف أنه الكاهن ما مفروض ما يكون مع كل الناس، ما يقرب على كل الناس، بيمكن بالإنجيل تحديداً هون ما دق باليهودي يمكن تما يتدنس أو تما يصير عليه خطية لأنه هو ابن شريعة. اليوم الرب من بعد ما بالعهد الجديد صار اليوم في أبونا اللي هو بيتعاطى مع الكل، بيقرب على الكل وبيساعد الكل. هيدا التناقض اليوم لوين بيوصل الإنسان؟ انتبه للفكرة اللي عم نحكي فيها. اليوم يسوع مزبوط قعد مع الخطأ واشتغل مع الخطأ وما سأل عن الشخص الخاطئ اللي موجود قدامه. إنما اليوم بالمثل يلي عطيه إن دق حسب الشريعة، نحن اليوم نعرف إنه اليوم كان القانون والواقع هو الشريعة. فإذا بهيدا الواقع اللي نحن عم نعيشه كان إنه ينزل اليهودي أو الكاهن يلمس اليهودي، نعم، بيكون عم بيخطي. فإذا أنا اليوم وقت اللي بعرف حالي إنه إذا بدي أعمل هيدي رح أخطي، ما بعملها. ليه؟ لأنه الشريعة كانت تقول هيك. وهيدي كانت مشكلة يسوع مع التورات، اليوم فسرت وطبقت بطريقة مختلفة عن الواقع يلي الله طرحها. فمن هون كان يسوع بيقول شو بيقول؟ جئت لأكمل لا لأنقض. فإذا المس بشخص منزوف أو بالدم أو بهو الأخبار ما بيأدي للخطية، إنما هي هون في عمل رحمة. مش هيك سبق يسوع بغير معنى الرحمة والمحبة على التوراة، مش هيك بقول لهم إياها بعدين بآخر المسيرة، بقول لهم وصية واحدة أعطيكم، أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، يلي هي للموت. يعني اليوم قبل ما نتطلع على التوراة، قبل ما نتطلع على الشريعة، قبل ما نتطلع بالوصايا العشرة، قبل ما أتطلع بالشرع وبالقانون، علي حب هالإنسان اللي مقابله. من بعد ما أحبه، وانتبع الكلمة هون يلي طرحها رب، أحبوا بعضكم بعضا كما، يعني بدي موت كرمال الشخص اللي قدامي. بس أوصل لهيدي المرحلة، تعال تفضل هول الوصايا العشرة طبقهم. عشان هيك شفناها كمان مع الرجل الغني، بس إجا وقال له يا رب أنا بعيش الوصايا كلهم وتابع الوصايا كلهم وعيشهم من أنا وصغير. شو قال له يسوع؟ قال له ناقصك شغلة واحدة، روح بيع شو عندك وتعال حقني. صحيح، صعبة كانت. فإذا من هون بدي أنطلق، من هيدي المحبة اللي ربنا اللي ما قالها حدود، يلي بتتجسد بعلاقتي مع الإنسان. فمن هذا المنطلق هون الكاهن واللوي مبررين قدام الشريعة، قدام الشريعة أنا هذا الإنسان ما في دق فيه لأنه بصفي أنا ببعض المطار سبدك محروم. طب اليوم بحياتنا هل مبرر إنه هيدا الشيء يصير اليوم مثلا يكون مبرر؟ أنا اليوم اللي ببرر، وهذا بنرجع اليوم لفكرة أنا وين عايش. التبرير ما في تبرير، وفيك تبرر وفيك ما تبرر. اليوم كل العالم قادرة وشاطرة وكلنا شاطرين فيها نديم بعضنا على أعمال المحبة اللي ما بنعملها. بس اليوم السؤال اللي بيطرح ذاته، أنا اليوم قتل بدين خي على عمل هو عقام فيه أو ما قام فيه، أنا شفته العمل، طب عملت مبادرة ولا وقفت من موقعي أنا وقوصت على خي إنه ليه ما عم بتساعده؟ طب أنا ولو يمكن ما بعرف رح تساعد؟ وهذا السؤال يلي بدي أطرح، بدي أنطلق من هون. أنا اليوم بالواقع اللي عم بعيشه عم جرب أغير، ولا أنا واقف عم بنتقد الواقع؟ وقت اللي أنا بوقف بنتقد الواقع مثل اللي واقف عم بيلعن الظلمة ولقيت الشمعة والقديحة بإيده ومش مضويهم. فهون بدي أفهم أنا اليوم مطلوب مني دايما المبادرة. اللي عمله السامري هي مبادرة، ويمكن ببعض المطارح لو إذا بدنا نفوت بسيناريو أكتر بالمثل اللي أعطيه يسوع، يمكن يكونوا اللصوص بعضهم ناطرين حدا يجي يلمه حتى يضربوه. فالسيناريوات بتنطرح وما بتخلص. إنما اليوم السامري شايف هالإنسان يلي ما بين الحياة والموت، هذا يلي شايفه السامري، هذا اللي أوقات كتير نحنا ما منشوفه، واللي مطلوب منا نكون عم نعيشه بالرحمة،
الرحمة ما هي إنه اليوم ننتبه على الأشخاص اللي منحبهم ونضل وراء الأشخاص. الغريب هو اللي بحاجة اليوم لرحمة. ويمكن ما رح أقولك للغريب، رح بلش من أهل البيت اليوم. إذا نحن مرات ومرات ما منفقع بوجه بعضنا، مرات ومرات من ربي بعضنا على واقع عم نعيشه أو على التقصير ببعض المطارع. ويمكن اليوم مش مستوعب إنه الشخص اللي قدامي يمكن عمل شوي، يمكن الشخص اللي قدامي مش ضابط نهار من الصبح، يمكن الشخص اللي قدامي مش عارف كيف مقلع اليوم. بس لأنه أنا اليوم بدي شغلي على الوقت وبدي شغلي على النظام، بدي شغلي مثل ما هي. طفي نازل بالكل عامل جلاد. اليوم الجلاد كانت الشريعة، وشفنا اليوم اللي طلعوا ضحيتها ما كان اليهودي، ضحية الشريعة كان الكاهن واللاوي يلي من بعد 2000 سنة من وراء المثل يلي عطيه يسوع بعدنا بنحكي عليه ونمنهت انه ايش انه اذا هي الكاهن والابونا ما تطلع فيه. صحيح. انه شو رسالته يعني اليوم الشخص اللي بيقرا يمكن قراءة سطحية للانجيل بشوف انه الكاهن ما ساعد، يعني شافوا الكاهن كانسان شخص كان لازم يساعد وما ساعد. بس اذا يمكن بدنا ننظر لجوهر القصة يمكن بيختلف المعنى. كان ممنوع على الكاهن يلمس دم، واليوم اللي نازل على أريحة من أورشليم مشوار طويل، فإذا واصل على الغروب، يتخلي واصل على الغروب على مدينة دقيق بدم، ممنوع يعمل شيء، يعني خلص نهاره. يعني صحيح. إذا تقول نازل فرصة أو نازل ويكند بده يدور ويرجع يطلع على أورشليم طيطهر من أول جديد، يرجع تقدف معه جمعة لقدام، تقدر يرجع إذا مش 40 يوم تقدر يرجع ينزل من جديد على هالفرصة اللي كان أخدها. فمن هيدا الوقت هون بدي أفهم أكتر الموضوع يلي حطه يسوع. هون بنفهم موضوع الرحمة. أبونا تكلمت عن النقطتين كتير مهمين، يمكن إذا فينا شوي نعمل مقارنة عن حكم الرسالة والخدمة. حكم الرسالة والخدمة بما قبل التوراة وبعد العهد الجديد اللي الرب أوصانا فيه بالرحمة والمحبة، يعني هالترابط الموجود تحديدا بفعل الرحمة. يعني إذا ما رح ترحم يعني أنت مش قادر تحب، يعني أنت مش قادر يمكن تسامح بمحل المحلات، لأنه اللي بيسامح بيرحم غيره. هول القصص كله هالترابط الموجود كيف فينا نقارنه بين اليوم وبالزمان اللي قطع؟ الفرق اللي خلقه يسوع بتجسده وبموته على الصليب كانت هالنقلة بنوعية العلاقة ما بين الإنسان والإنسان الآخر. لأنه كانت بين الإنسان والله العلاقة حاضرة وموجودة، والإنسان فهمان كتير منيح أنه هيدي هي الشريعة وهذا هو الخط اللي لازم أمشي فيه. كان نقص التوجه الأفقي يلي كان غامض جدا، يلي كان كتير محدد وكان كتير مصندق. اليوم الشريعة حبست العالم ووجهت العلاقة بين الإنسان والله وكانت واضحة. اليوم في هالوصايا العشرة بتعيشهم تخلص، إنما اليوم الخلاص كان محدود. ليه؟ لأنه ببعض المطارع كان الشق الإنساني والشق الآخر والتعاطي مع الإنسان الآخر مربوط بهيدي الشريعة، فصفت الشريعة هي القانون وهي الجلاد وهي الحاكم، وكمان وهي خوفت وقمعت وحدت الإنسان. مش هيك منشوف بالعهد القديم ما في كتير وجود لكلمة رحمة، ودائما كانوا الأنبياء يناشدوا بالرحمة. مش هيك منشوف بعدين بطرس بس يقولوا ليسوع كم مرة بسامح خيي؟ هي لسبع مرات. واليوم كلنا بنعرف انه رقم 7 هو رقم الكمال، فاذا رقم 7 هو منه رقم بس مجرد رقم انه بعدهم 1 2 3 4 5 6 7 خلصوا، لا، رقم 7 هو الرقم اللا متناهي، يعني رقم الكمال، يعني بضل سامح، سامح مفتوح. شو بيقول له يسوع؟ بتسامح خيك 7 مرات 70 مره. شو عمل؟ فتحها 7 مرات الزياده. والصفر بالعهد القديم او بالكتاب المقدس هو المالا نهايه، منه صفر محدود، يعني رحنا على الانفيني على لا محدود. فإذا ليك أدي فتحت الرحمة مع يسوع وأدي تغيرت المنطلق. وبقولوا نهاية يسوع إذا فهمتم مظبوط موسى والأنبياء تفهموا أنه رسالة الله كانت والتوراة ما هي إلا للرحمة، تترحموا بعضكم حتى تعيشوا هيدي الرحمة بين بعضكم. وأنا كل اللي جاي لكم يسوع إجا عمل غير نظرة غير طريقة تنعيش التوراة. نحن اليوم ما بنختلف شو بنختلف عن اليهود. العهد القديم بعضه هو ذاته موجود بتاريخنا نحن، والعهد الجديد هو مكمل. بكل بساطة يسوع حط نفس جديد لهالتوراة لهالقانون يلي الإنسان فصله على مقياسه مثل ما هو كان شايفه، وقالنا ربنا هالتفصيل يلي فصلته حلو بس ناقصه شوي. طب إذا كمل. سؤال أبونا، إذا بدنا العهد القديم
نيجي اليوم بدنا نطبقه بواقعنا، إذا بيكون بشع؟ بيكون بشع لأنه بكل بساطة العهد القديم انبنى على الحسابات. يمكن الشعب اليهودي وقت اللي يطلع على القتال ويحارب الشعوب يلي من حوله، وقت اللي كان متصالح مع ربنا كان يرد المجد لربنا، إنما وقت اللي كان مختلف مع ربنا كانت تكون هيدي سبب هزيمته. اليوم بنطرح السؤال، هل يا ترى هو ربنا يلي كان عم بيقاتل، ولا هي كانت العلاقة الضمنية يلي موجودة ضمن الشعب بالله؟ يعني اليوم وقت اللي أنا متصالح أنا والله وعارف الله معي، مين في علي؟ نحن بنقول إذا كان الله معنا فمن علينا، بس بزيت الوقت كنا نحن نعرف حنا أنا وقت اللي مخانق مع ربنا وما يزبط نهاري بقول شفت لو عن جد هيدا الخلاف بيني وبين ربنا بده حل، لأنه ما رح يمشي الحال طالما أنا متخانق أنا وياه. ربط فشلي بعلاقتي بربنا يلي معدومة. هذا كان عم بيعيش الشعب اليهودي. شو كان يعمل؟ كان لحظة يلي ينهزم ويأكل قتلة يوعى أنه أنا اليوم مختلف مع ربنا، يرجع يتصالح، ترجع المعنويات. فكانت قصة معنويات كمان بالعهد القديم. اليوم بعهدنا نحن بعدنا ببعض المطارح نعيش أنه نقول الله بيقاصص، الله بيجازي، الله بيجرب. هالكلمات يلي ما فيها تكون موجودة عند ربنا، لأنه ربنا هو إكستريميست، هو الله ما في يلعب بالنص، نهار حلو ونهار عاطل. ربنا دايما خير، والتجارب يلي منمرق فيها مش ربنا قالنا يلا جايين نجرب أولادنا اليوم نشوف مين منهم اللي بيزمر. صح، بهيدا الواقع هون بلش بفهم أكثر ربنا. اليوم التجربة اللي بمرق فيها مرات كتير الإنسان يلي وقف حد يلي هو أعز إنسان بحياته هو اللي عم بيطرح هيدي التجربة، وهو يلي اليوم ببعض المطارح عم بيخلق هيدي المعضلة يلي أنا ميري فيها. فبهيدي الحقيقة هون بصير بفهم ربنا يلي عم بيعطيني الزوادة والنعمة تقطع هيدي المرحلة اللي أنا فيها. فصارت هون ببعض المطارح مش ربنا اللي عم بيدخل بالتجربة، ربنا عم بيحضرنا للتجارب. وهون بيفرق المعنى كليا بالواقع اللي احنا عايشين فيه. ولا مرة الله بيجرب ولاده. اليوم البي ما بيجرب ابنه، ما بيلقطه شعلة نار تقول له بابا شوف قد فيك الضاين انت وحامل النار بايدك. ولا بي بيعملها. دايما بنشوف البي او الام بيزتوا حالهم للخطر ليخلصوا ولادهم. فتخيل بينا يلي بالسما بيقول له نيها يسوع اذا انتم الاشرار اذا اولادكم طلبوا سمكي ما بتعطوا حجر. فكيف تخيلوا بيكم يلي بالسما ويلي هو خلقكم شو معقول تكون ردة فعله؟ فهذا المنطق هون العهد القديم وقف بحساب محدود انه اليوم الخاطئ والخطية هي تتناقل عبر الأجيال لدرجة أنه شفناها مع الأعمى بس سألوا مين اللي خطي هو ولا أهله تخلق من وقتها ما خلق أعمى؟ قالوا يسوع هيدا مش لأنه خطية ليتمجد اسم ربنا. فإذا اليوم ببعض المطارح الأشياء اللي منمرق فيها الضعف اللي منمرق فيه هو فرصة لألنا نحن تنمجد ربنا. مش هيك اليوم بنشوف الأشخاص المعاقين أو يلي عندهم حالات خاصة نشوف قد ايه في فرح بقلوبهم، قد ايه في فرح بحياتهم، مع انه بتطلع فيه وبتلاقي انه يمكن الانسان منه قادر يمشي، الانسان منه يكون عايش لحاله مستقل بالوقت اللي انا كتير مستقل وكتير مرتاح وقادر اعمل وروح واجي على مزاجيتي ومني مبسوط، والوقت اللي هو بكل محدوديته عايش مبسوط. فهون بدي افهم شغله انه الله منه بالجسد الكامل، منه بالعلاقات الناجحه، هو ببصيص النور يلي جوات قلوبنا يلي بينطلق نحو الاخر. فمن هنا ما في بقى اطلع على الشخص الاخر مثل ما كان يعمل احد القديم ويفتح له تشيك ليست ويطلع انه هذا فلان وين عايش شو عايش شو عامل. كثير منيح، هذا الانسان مهيئ للخلاص. ما في ارجع للشاب الغني قول له يا رب انا عشت كل الوصايا العشرة، رح يقول لي بعد ناقصك دائما شغله اللي هي الله. اليوم التوراة هي الطريق، سوري الوصايا العشرة هن الطريق، الكنيسه بتعطيني الطريق، بس اليوم أنا اللي بدي أقرر أمشي الطريق. ولو مشيت الطريق فيها تكون قوانين. يعني أنا اليوم بروح بقدس نهار الأحد ليه؟ وجبات نهار الأحد من قدس ليه بتقدس نهار الأحد؟ عيب لازم ضروري بيزعل منا الله. اللي ما بيدعس بالكنيسة نهار الجمعة بيروح على دفن المسيح ليه؟ ما الميت عينه ضيقة ما عليه، ما هي كل مرة بهالسنة من قطع له إياها لربنا. اليوم بدي أفهم أنه علاقتي بربنا منا بس ضمن الكنيسة وحجر الكنيسة، علاقتي بربنا بتنطلق أول شغلة من الإنسان اللي موجود قبالي وأعمال الرحمة. أنا اليوم أول فيها تكون كلمة أنا بغضبي استنزفت الرحمة كلها يلي أنا يمكنها عم بعيشها واستنزفت الإنسان اللي موجود مقبالي. فهذا المنطلق هون أول شغلة بدي أنطلق منها. بس ينطلق الشخص اللي مقبالي قبل ما أقول له مرحبا بدي سامحه، بدي سامحه مسبق على يمكن البونجور اللي ما لح يرده،
بدي سامحه مسبق على كل عمل ممكن يأذيني فيه. صحيح. وأنا بدي أنطلق منه هون وبدي ضل فاتح هيدا خط الرجع. إحنا بقول شخص يلي أذيني أنا بحط حدود بيني وبينه وبسكر أبواب وبسكر بيك ما بقعد بتعاطى معه. شو بكون عملت؟ بكون عملت مثل يسوع على الصليب بس بذات الوقت قلت له يا رب شوف كيف بدك تحاسبهم، شوف شو عم يعملوا فيي. بالوقت يلي يسوع قال له اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. وهيدي الجملة يلي المفروض تكون دائما واضحة وحاضرة بعلاقتنا، لأنه الشخص اللي قدامي منه دائما بيفهمني، والشخص اللي قدامي منه دائما الإنسان المثالي. طب اليوم أبونا السامري إذا فينا نقول مشي عكس الواقع، عكس اللي مفروض يعمله، وتخطى كل الحواجز اللي وقف عندها اللاوي والكاهن. قديش الرب اليوم هيك بينظر للشخص اللي يمكن هو بمحل من المحلات كتير بعيد عن فعل الرحمة وبيعمل رحمة بوقت لازم يعمل بالتوقيت ومع الشخص المناسب؟ هو ربنا بيحضر. نحن اليوم كل مرة منعيش هو أفعال الرحمة أو منعيش كل عمل تجاه الإنسان الآخر ربنا حاضر. إنما اليوم المعادلة بتصير أنا إذا حاضر أو أنا إذا فهمان هالشي اللي عم بمرق فيه. نحن اليوم التجربة شقين، يا بقطعها يا بنجح وبقطعها يا بفشل وبقطعها، ما في مهرب منها. اليوم التجربة بدي اقطعها، يا بقطعها بفشل وبتعلم ومدعو اني ارجع اوقف وارجع انطلق من جديد، يا بنجح ومطلوب مني المثابرة حتى ضل بهيدي المواجهة عم بنجح. السامري اللي صار معه انطلق نحو الانسان، وانتبه فيها كانت بتخلق له مشكل ضمن مجتمع ضمن بيئته. صحيح. اليوم اللاوي والكاهن مشكلتهم كانت إذا بدك لاهوتية، وكانت مشكلة ليتورجية إنه فيها فصل بالخدمة عن ربنا. فشو عمل هو بالنسبة لهم؟ قدم خدمة ربنا على خدمة الإنسان. السامري كانت مشكلته اجتماعية يمكن. السامري كانت مشكلته اجتماعية إنه ممكن ينبذ من المجتمع من البيئة اللي عايش، يعني زين على أريحة يمكن كانوا ما يستقبلوه بأريحة، بس لأنه الواقع مختلف، لأنه المجتمع اليوم وطئ المجتمع أقل وطئ من الكهنوت. وهذا بقلنا يا ربنا اليوم ما تخافوا من العالم، ما تخافوا من البيئة للجسد، ما تخافوا من علاقتكم ببعض، خافوا تخسروا علاقتكم مع الله. من هذا المنطلق هون السامري ما كان عنده هذا الخوف، انطلق أكثر بالوقت يلي الكاهن واللاوي خافوا أنه أنا اليوم لا إذا ساعدت خي الإنسان بلغي علاقتي مع الله. بالوقت اللي هني بيتكاملوا أنا اليوم بدي أفهم أنه العلاقة الأفقية هي بتدعم العلاقة العمودية. أنا اليوم إذا بيني وبين الإنسان الآخر ما في تواصل، نوصل هون ومنقول على من ترمي مزاميرك يا داود، أنه أنت اليوم قاعد وعم بتصلي مقبولة صلاتك والبدك إيه، بس اليوم الصلاة في مقابلة أعمال. لذلك نحن بنقول اليوم الحياة الرهبانية وحياة التكرس هي أورا إت لابورا، هي صلاة وعمل. ما في يروح بس على العمل، وبذات الوقت ما في يروح بس على الصلاة، بده يكونوا مجموعين ومتحدين. فهنا الإنسان الآخر هو بقيم علاقتي بالله، قدي أنا قادر روح صوب الإنسان الآخر، قدي أنا قادر روح صوب الله، قدي أنا من قادر أتحمل الإنسان الآخر بحياتي. كوني أكيدة هل قدي أنا عم بمثل على الله من تاني مال إذا أنا إنسان عم بيصلي. اليوم صلاتي إذا ما في وزنة مقابلة خدمة وطاعاتي ورحمة ومحبة، هيدي الصلاة ببارت كتير كبير منها أخيانا ببارت يلي عم بخدم فيه جزئي أنا، هيدي هي صلاتي، الباقي صار تمثيل وواجب ودفوري. أنا اليوم كنت على الكنيسة صلي أبانا وسلام ببرم ظهري وبل يعطيك العافية. انت لاقن من اللي قلته اليوم صفت حياتنا ما في رحمة بلا مقابل. قديش اليوم الإنسان بيقدر بعد يعيش بلا مقابل؟ لأنه اليوم إذا منتطلع ومندقق بالإنجيل عالم التوراة عم بيلاقي طريقة ليبرر التوراة، ليبرر أعمال التوراة بمحل المحلات، أنه في ناس اليوم أفعالها ما بتبرر أقوال. الأقوال ما بتتبرر بالأفعال اللي عم بتصير بمجتمعنا اليوم، بعلاقاتنا، بكل شيء بنعمله مع الشخص اللي مقابلنا. انتبه على الفكرة اللي كانت مطروحة. اليوم رجل التوراة جرب يبرر حاله بنوع الخدمة والمحبة اللي عم بيعيشها طيب يوضح منو قريبة. بس منو هو قريبة؟ قريبة بنرجع لفكرة الوثن اللي كان عم بيقولون إياها يسوع، أنه اليوم حتى بيقولون حتى الوثنيين بحبوا بعضهم. فإذا أنت حبيت يلي بيحبك أي فضل أنت عامل،
ما لك جميل فيها وقت اللي بتحب يلي بيحبك. هذا المنطقة الرحمة هي قرار وهي انطلاقة، أنا علي انطلق فيها بغض النظر عن العالم شو عايش وشو في بالعالم وكيف العالم عايش، وإذا في عالم قبيلة عم بتعيش الرحمة ولا لا. نرجع دايما للإنسان بفرده بشخصه هو يلي عم ينطلق. هون عالم التوراة جرب يبرر حاله أنه إيه أنه من هو قريبه؟ قريبه هو الشخص اللي قريب مني اللي أنا بعرفه. قالوا يسوع لقد له الفكرة كليا وعممها وانطلق للإنسان. مش هيك بنشوف السامري اللي عم يهتم باليهودي يعني هني كانوا أعداء، شو عم بيقولوا يسوع؟ روح نحو العدو، انطلق نحو الإنسان الآخر ولو كان عدو. كل الناس تستاهل الرحمة؟ إذا مش كل الناس تستاهل الرحمة ربنا ليش مات؟ وهل ترى أنا اليوم أنا كإنسان كنت بستحق أنه ربنا يموت على الصليب كرمالي؟ تنطلق من هون. إذا أنا بستحق ساعتها تفضلي حاسب العالم وعملي كل شيء أنت بدك وحطي مقياس للرحمة اللي أنت عم تعشيها. هي مش قضية مقياس، هي سؤال أنه اليوم قدرة الإنسان مدام قلنا أنه الرحمة هي قرار، مش كل الناس بيقدر شخص يرحمه من وراء أفعاله. يعني أنا اليوم فعل صغير يمكن أرحمه، بس يمكن فعل كبير لا يرحمه، أذى كبير معمد ما في يرحمه، سرقة كبيرة أو قتل كبير أو إجهاض نفس إجهاض روح، قصص كتير كبيرة الإنسان ما في يرحم عليها. برجع لك هم منطلق هون من الإنسان بذاته. يسوع مات على الصليب قتلوه من بعد 3 سنين عجايب وطعميهن. نعم. طلبوه شو بيقولون على الصليب؟ يا رب اغفر لهم لهم ليدرون ماذا يفعلون. فإذن الرحمة من مربوطة بالأذية، الرحمة منا مربوطة بكمية الأذية. اليوم قد ايه بترحمي؟ 10%، 20%، 30%؟ على أي أساس عم بتقرري أنت هيدي الأذية؟ صحيح. طب أنا اليوم انسرقت، هذا سرقني والسرقة كانت كتير كبيرة، بس السؤال أنا اليوم هيدي السرقة شو أثرت علي؟ بس ماديا؟ إذا بس ماديا يعني أنا قادر أعوضها، أنا قادر كفي. سألت حالي لين سرقت أو مين اللي سرق أو شو سبب السرقة؟ اليوم احنا بنوصل على الإجهاض، يلي الكنيسة ضد الإجهاض، بس اليوم طلعت بهالإنسان يلي عم بيتعذب يلي رايح، ليش رايح على الإجهاض؟ واليوم كمان بدي أعرف أفهم الواقع اللي أنا عايش فيه وأنطلق من هون. ما في دايما حتى أرحم بدي أفهم، حتى أرحم بدي شوف، حتى أرحم بدي أوزن وقيس. برجع بقلك برجع على الإنسان يلي لقت كالكولاتريس وعم يحسب لخيه التاني. الرحمة هي مجانية وهي كاملة ما إلى حدود. بدك ترحم ما بقى تطلع، بس بزيت وقت أنا بتعلم. يعني اليوم انسرقت في القانون في واقع بيطالب، بس أنا اليوم وقت اللي بترجع لغراضي بيعمل إسقاط حق وخلي القانون هو يكمل المجرية مع هذا الشخص. لا سرقني بدي أخذ حق لآخر فلس. بدي أفهم اليوم الواقع اللي أنا عايش فيه، أنه أنا اليوم هالشخص اللي يمكن إجا عم بيسرق يمكن من جوعه، يمكن من حاجته، يمكن من 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 كذا سبب. ولكن هون كمان بندخل اذا فينا نقول بخانة التبرير للآخر، انه قديش بدنا نضل نبرر للشخص اللي مقابلنا او للافعال اللي عم تصدر منه، يمكن تكون صادرة عن عمد، عن سابق تصور وتصميم. يعني في كتير امور هي مش قضية حسابات، قضية موقف الانسان بيعمله. يسوع بموته وقيامته الشعب اليهودي شهد هذا الواقع، بس لأنه كان في نوع من عقم بالمحبة وفي عقم بفهم ما ربنا بعده لهلأ اليهودي ناطر المجيء. المشروع الخلاص يلي قام فيه يسوع لكل البشرية، كل البشرية استفادت منه إلا الشعب المختار. أنا اليوم بحياتي وبواقع اللي أنا بعيشه الخلاص مقدم لإلي على طبق من محبة ورحمة وتسامح. إذا أنا بعيش هاو الثلاثة، الشخص اللي مقبيلي هو دايما مبرر ضمن شروط. بأي معنى؟ اليوم يسوع قالنا أنه سامح حيك 7 مرات 70 مرة، مزبوط. وقالنا اللي بيضربك أخدك لمين دير له الأيسر، اللي هي دايما بتفسر غلط. بس اليوم يسوع شفناه بالهيكل وقت الحارس بالهيكل ضربه، طلع فيه وقال له بأي حق عم تضربني؟ إذا أنا غلط اللي وين غلط، وإذا لا اللي ليه عم تضربني؟ فإذا ببعض المطرح في مواجهة، بس بزيت الوقت هالمواجهة بتكون مليانة رحمة ومحبة. اليوم يسوع ما رد
ما رد الضربة، يعني اليوم ضربوا الحارس كان فيه يرد له الضربة ولو ما انت ضربني بلا سبب تحمل النتيجة. إنما يسوع رد بالكلمة وبالوعي، وهذا الشيء اللي في بعض المطارح مطلوب منه. أنا اليوم من أزات طبيعي أخلق مسافة، بس اليوم المسافة اللي بخلقها أنا هالشخص اللي مبيلي رح يخلق ضعفه، لأنه هو عارف إنه إزيني هو واعي كليا على إنه إزيني، طبيعي يخلق هيدا. أنا اللي مطلوب مني إني حب قدام هيدا الواقع، أنا قدامي حل من اثنين أو نتيجة من اثنين، يا الشخص يلي قدامي بيستوعب فكرة إنه أنا بحبه وبهمني أمره وبهمني اللي صار ورح يعود الخطأ يلي صار والأذية يلي صارت، لا يا رح يتطلع ويقول أوف إنه عن جد كل شيء عملت فيه ما تأثر، أنا من وين بعد إلي عين أو إلي أو يمكن هو يواخذ حاله إنه مية بالمية هون صرنا بالحلقة أنا واخذت حالي وصوري أنا ما كان قصدي زيدك بهيدي الفكرة، بس أنا ما كان هيدا قصدي بالغلط صدرت، ويمكن يلاحظ إنه عن جد أنا أذيتك كتير ولاحظت إنه أنت اليوم ما رديتي الصعصعين والكيل كيلان، رح لقى إنه لا هذا الإنسان ما فيه يقرب منه أنا، لأنه هالأذية اللي أذيتها هي بتخلق المسافة. فأنا اليوم اللي علي أعمله كإنسان أول شغلة سامح، شغلة بوصينا إياها ربنا إنه سامح 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 ومشي، ما توقف على الأذية. اليوم الأذية بتخلص بيبقى شو بيبقى ذكرى، يعني اليوم جرحي حالي شو بتبقى شو بيبقى من الجرح غير ذكرى الجرح؟ أنا اليوم فلين جرحني هون بس يعطوا بعدك مجروح؟ لا متألم شيء؟ لا شفيت؟ ايش شفيت بس فلين جرحني؟ بيبقى واقفين هون على هيدي الفكرة، ايه فلين جرحني وحاطت نقطة وبقى هو ما في شيء، ببقى عم بعمل هيك وما في شيء، الجرح طاب والإنسان صح وشفي وراح لقدام بس خلص فلين جرحني. عندي سؤال انطلاقا من اللي قلته، يسوع المسيح حط هالثلاث أشخاص الكاهن والسامري واللاوي بهالإنجيل مش صفة، يمكن إذا بدنا نقله لمشهدية هالمشهدية ننقلها لواقعنا اللي نحن عايشين اليوم، لقائنا بالناس ولقائنا بالآخرين، مشاكلنا معهم، العوائق، الصعوبات، حتى الموت اليوم يمكن بيجمع هالمشهدية كلها. إذا بدنا شو بده الرب، شو بده يفهمنا من هالمشهدية اللي اليوم إذا بدنا نطبقها يمكن نشوف حالنا كتير مقصرين قدام بعض بمواقف معينة يمكن مع أنفسنا. فكرة الانطلاق طبعا الإنجيل هي الرحمة اللي انطلقت أنت فيها بالمقدمة، يوم كل الإنجيل بيدور على فكرة الرحمة، والرحمة اليوم ما بتكون ما بين الأقرباء والأشخاص يلي أنا بعرفهم، الرحمة بتكون ضد على الإنسان يلي بجهله، على الإنسان يلي بيأذيني، على الإنسان يلي هو بكل معنى الكلمة هو عدو. نعم هيدي هي الرحمة. اليوم إني ارحم أمي لأنه سامح أمي لأنه ما بعرف عملت الطبخة بلا ملح، أو لأنه سامح بي تأخرت إجي يخدني على الشغل، هول أمور يمكن بديهية، هول أمور بديهيين وبرضو ما منعيشهم وبرضو ببعض المطارع مننكس بعضنا فيهم منصير واقفين أنه فلان عم بتأثر شوف شو بتعمل منه مقبول. إنما بالوقت ذاته خالي ربنا اليوم راح بالرحمة للعدو، عم بقلهم للعدو، يعني اليوم سامري ويهودي اللي ما بيتعاطوا مع بعضهم حطهم يسوع بالإنجيل وفرجينا شو هو عمل للرحمة، عطى إذا بدك السيناريو الأمثل للرحمة وقالنا تفضلوا طبقوه. نعم. وعيشوا قدامنا، يعني تقلك أنه هو بس مثل لا يطبق، لا شفنا يسوع عم يطبق أكيد، هم نرجع عمروه الفكرة إيه بس ما هيدا الله، بس اليوم ما ننسى أنه الشماس أو الشهداء استيفانوس وقت اللي رجموا اليهود على مرأة من شاول شو كان عم بيقولون؟ يا رب لا تمسك عليهم هذه الخطيئة. فإذا إنساني عايشة، فإذا بدي انطلق من هون ما بفي بس أقوله هيدا الله، اللي الله اللي عايشه قدامنا عايشه بإنسانيته. اليوم شفنا يسوع ببستان الزيت وعملوا يا رب أبعد عني هذه الكأس، في أكتر من هيك إنسان عم بيتكلم تاب شفناه عم بينزف، الله معقول الله ينزف؟ شفناه عم بيموت، معقول الله يموت؟ فإذا المسيرة يلي عملها يسوع بينتنا على هو ثلاث سنين هي مسيرة إنسان عم بيسعى وعم بيفرج الإنسان إنه قادر تعيش الكمال. رسالة يسوع كانت تقول للإنسان أنت قادر تكون كامل، أنت قديس مثل ما هو الله قدوس. فإذا ما تضيع بمغريات الدنيا، ما تضيع بشو في موجود بهذه الحياة. أنا أعطيك الحرية المطلقة، وهذا الشيء اللي بيميزنا عن الملائكة،
أنا اليوم إنسان عنده ملء الإرادة إنه يختار ربنا ويرفض ربنا. بالوقت يلي الملاك لأنه عنده المعرفة الكاملة ما في يختار. كل اليوم الله قد ميز الإنسان، مش هيك حنقول الشيطان لا عودة له، ما في يرجع، لأنه هو عارف إنه هيدا هو الله وهو مالك الدنيا كلها ومعايدها كله. تحدي لله. بالوقت يلي الإنسان على اختباراته على علاقاته بميز ربنا بحياته، بيختبر ربنا حياته، بيعيش ربنا بحياته. فكل ما عاش الرحمة، كل ما بعض المطارح ربنا ضمد هيدي الجراح أسرع وعطى الإنسان مناعة على الأذية. صير أنا اليوم قادر برر لكل شخص يوم فين جاي، لا جاي مأخر بس وصل. بدل ما أسأله صار معك شيء، تباتي كيف تفرق هيدي الطريقة اللي منتواجه فيها مع بعض. أنه اليوم ليه مأخر؟ شو في لك تأخير؟ أنه ما إحنا عدوا على الوقت وعلى الأخبار وعلى الدوام. شو في؟ مخصوم من معاشك. بينما أنا في انطلق من تمه، صاير معك شيء؟ ليه واصل مأخر؟ بأول حالة الشخص اللي قدامي رح يطلع بالعالي ورح نتخانق وما رح أفهم ليش جاي مأخر. صحيح. بالحالة الثانية رح يلي مفخ الدولابة، رح يلي مدارة السيارة، بفهم اليوم بلوبتاب بسيطة، مهم أنت منيح وكل شيء تمام. أو نار الشخص ثاني اللي بيعملوا حادث، بينزل تاني أول واحد شو بيك مش إشي قدامك ومش شايف، شو بتلاقي التاني نازل على رواق، حدا بو شيء، حدا صار له شيء، ما هو زيته الحادث، هو زيته الواقع. كل حدا منا بيتصرف عليه بقدي ماذا وعيه وفهمه، لأنه ممكن الأخطاء تصير ما بيننا نحن البشر. وهون في منطلق الرحمة والمحبة يلي أول شيء بدي ينطلق فيه أنه الشخص اللي مقابيله إنسانيا إذا هو منيح ولا لا، وهذا الشيء اللي عامله السامري، بشافه بين الحياة والموت ما سأل منه، ما تردد، نزل وقال له فيني ساعدك، ما سأله إذا فيني ساعدك، بلش انطلق بس وصل وشاف كيف في ساعده. بالوقت اللي الكاهن واللاوي معبروا سبيل، بالوقت اللي كان فيهم يمكن يلقوا نظرة، كان فيه يوقف، كان فيه يطلع يمكن حدا نازل تاني يقول له شوف كيف بدنا نساعده. بس لأنه الواقع كان بالنسبة لهم هالشي اللي هن عايشينه وضمن المجد اللي هن ملتزمين فيه، ما توجهوا نحو الإنسان اللي محتاج بحياته، شافوه على الطريق. شغلي اللي أنا كتير أوقات اليوم بحياتي بعيشها، إنه أنا اليوم ممنوع أتأخر على شغلة أو ممنوع أغلط بهيدي الشغلة، بس لأنه خلاص صار في شخص بحاجة لإلي، لا أنا ما فيي بعتذر، أنا هيدا شغلي، بدك مين يساعدك؟ شوف المسؤول هو يساعدك. بصير أنا هون بخلق من حاجة الآخر تبرير لإلي أنا، إنه أنا هيدي مش شغلتي اليوم. شوفوا مين شغلته، تفضلوا هو يعمل شغله، أنا ما خصني. فهون سقطت الرحمة، هون سقطت المحبة. أبونا هيك قبل ما نختم فقرتنا بكلمة هيك توجه فيها لكل الأشخاص اللي عم تسمعنا اليوم، شو بدنا لنصنع الرحمة؟ الإنسان لشو بحاجة لصنع الرحمة؟ لنصنع الرحمة أول شيء بدنا نختني من ربنا، وتختني من ربنا ضروري يكون عم بيش هيدا الواقع إنه ربنا حاضر بحياتنا، وربنا دائما بيكمل النقص اللي موجود بحياتنا. اليوم منه مطلوب مني أنا جمع حب من العالم، منه مطلوب مني جمع عالم حولي وإخلق قيمة لإلي من العالم يلي موجودة معي. كل اللي مطلوب مني هو إني أختني بربنا، وكل مرة بختني فيه أنا لربنا بقدر ميز الآخر بحياتي لشو بحاجة، وبقدر أنطلق أكثر نحو الرحمة، نحو المحبة، نحو التسامح، ونحو كل حاجة لشخص موجود قدامي بحياتي. ما عم بحكي بس ماديا، عم بحكي إنسانيا وبالعلاقة يلي بتربطنا ببعضنا. كل ما نختني من ربنا، كل ما قدرين نلمس ضعف بعضنا ونكمل بعضنا. أبونا أنا بدي أتشكرك على كل شيء عم تعطينا إياه، مرسي كتير لك. مرسي إليك ستيفاني. مشاهدينا متوقف مع بريك ومنتابع فقرتنا. يا رب صخرتي إليك صرختي، فأنت مخلصي في ضعف قوتي، أقول ثابت قلبي، ثابت قلبي.
صخرتي بيديك صرختي فأنا مخلصي في ضعف قوتي أقول ثابت قلبي ثابت مشاهدينا بدوري برحب فيكم وبكل اللي انضموا لنا اليوم لمتابعة فقراتنا المتعددة والمتنوعة. موضوعنا اليوم هو مشكلة كل زمن وعم يحصل دايما، ومؤخرا من حوالي الشهر ضج البلد بموضوع المتحرش والمغتصب اللي كان ضحيته عدد من الشباب والأطفال لحين إلقاء القبض عليه متلبس. وكنوع من التوعية نطرح اليوم موضوع التحرش وأثاره النفسية على الطفل وعائلته مع المعالجة النفسانية العيادية دكتور كريستينا صفير. ولكن قبل ما نكون معها باتصال عبر زوم رح نتوقف مع فيديو اخترته بيتناول هالموضوع. When someone listens to you and makes you feel special, how could you suspect that they have something else in mind? When I felt lonely, he was there for me. Whoa, you scared the hell out of me. When I couldn't talk to my parents, I could talk to him. When I felt worthless, he made me feel appreciated. He understood me. So when should I have seen it coming? I babysat my niece and nephew during the week. Being at their house was like a vacation from mine. And Steve, well, Uncle Steve, was like my adult best friend. Mary's got the kids. Let's go for a drive. He'd take me out so I could talk about my school stress or my issues with friends or my fights with my family, and he'd find a way to make me laugh. Hey, when your mom acts like a lawyer, you can plead the fifth. It'll hold up in court, trust me. Besides the babysitting money, sometimes there'd be a gift. Should that have made me cautious? Whoa, I wanted this exact one. Yeah, I saw you post about it online. I remember when he asked me if I was dating anybody yet. Well, why not? Because guys don't look at me. Oh, guys, look. A cute girl with curves gets all the attention. He talked about sex a lot. And my body. Show them what they want to see. It was weird. But he made me feel more confident in myself. And so I told myself it was normal to talk about things like that with someone who's close. And for them to touch you in ways that, well, don't feel totally right, but you're not sure that they're wrong. And for them to make normal situations feel uncomfortable. When I realized that my relationship with my uncle wasn't normal, I thought it was too late. Why don't we go down to the beach? Have some fun. My mom's expecting me home. We don't have to be long. She'd noticed. She'd blow up again. We just stopped fighting. Aw, you're no fun. It's so easy to spot when it's happening to someone else. All the teasing and sex talk and gifts and touching. I didn't want to get him in trouble. I just wanted things to be normal again. But I didn't think it could be normal anymore because I'd let it go on for so long. I thought it was my fault. I spent months thinking I would keep it a secret forever, but I couldn't hide from my uncle. So I stopped babysitting my cousins and answering his calls. But our families lived so close. Was I just going to pretend everything was normal during the holidays? So I did the only thing I could think of. Mom, could we talk? Yeah, honey, sure. Now I understand that abuse can come from anyone, even a close relative.
Sure, my uncle showed me affection, gave me gifts, and allowed me to confide in him. But lots of relatives do that stuff, and it's totally fine. So when did it go too far? The moment I felt uncomfortable. Pay attention to how others make you feel. When you realize something's wrong, that's when you have to say no and do whatever you can to be safe. Don't get caught up thinking about what might happen if you tell someone. You have to do what's best for you. Sometimes that means getting help from an adult you trust. Listen, no matter what the circumstance or how long it's been happening, it's never too late to stop it. إذن منعود لكم مشاهدينا بعد الفيديو القصير اللي شفناه، ومنرجع منكرر ترحيبنا بدكتور كريستينا صفير. أهلا وسهلا فيك دكتور. مرحبا أرزة ومرحبا بالجميع. مثل ما عرفت بالمقدمة، اليوم رح نحكي عن موضوع التحرش، ولكن بداية خلينا نشرح للمشاهدين الفرق بين التحرش والاغتصاب، لأنه يمكن العالم تمرق مرور الكرام على موضوع التحرش، بتعتبر أنه الأكثر صعوبة هو الاغتصاب، إنما يمكن لو ابتدينا نتنبه لموضوع التحرش ما بنوصل للنتيجة الأخيرة. أوكي، أول شيء التحرش فيه يكون جسدي وغير جسدي. الاغتصاب هو أكيد يعني 100% فعل جسدي. نعم. ونحن إذا عم نحكي عن الأطفال، مهم نفرق نحن بين العنف الجنسي والاعتداء الجنسي. إذا عم نحكي عن الأطفال عم نحكي عن العنف الجنسي، لأنه الولد اللي هو الشخص أقل من 18 سنة هو حدا القاصر، ما فيه يعطي consent، ما فيه يعطي موافقة على هيدا الأمر، فحيلا فعل جنسي بيصير ضد هيدا الشخص بيكون عنف. نعم. وأكيد الشخص يلي بيعمل هيدا الفعل الجنسي على الولد هو شخص جاي بموقف من السلطة، يعني هو بيستفيد من أنه الولد ضعيف ما فيه يدافع عن حاله، يمكن ما بيعرف يقول لا، بيستفيد من هيدا الموقف وبيعمل عملته، مع أنه مع البالغين نحكي عن اعتداء جنسي، لأنه البالغ فيه يعطي الأوكي، فيه يقول إيه وفيه يقول لا. وكمان البروفيل تبع الشخص يلي بيعمل هيدا الاعتداء هو شخص أكيد بده يكون قوي جسدياً كرمال يقدر يمنع الشخص الثاني من أنه يدافع عن حاله. نعم. فبالعنف الجنسي إذا عم نحكي عن الأطفال في كذا نوع، مثل ما كنت عم تقولي أرزة، في عنا النوع الجسدي، يعني فيه المتحرش فيه يكون عم يعمل لمسة جنسية، فيه يكون عم يتحرش، فيه يكون عم يغتصب، فيه يكون يعني حيلا نوع من اللمس أو التبويس أو حيلا شيء جنسي بدأ بجسم الولد هو جسدي. في عنا الفعل الجنسي، العنف الجنسي اللفظي، اللي هو لما الشخص المتحرش ببلش يحكي أمور جنسية قدام الولد، الولد منه بعده جاهز ليسمع وبعده ما بيعرف عنه، وهذا الشيء يعني ما بيليق بعمره للولد. نعم. في عنا الاستغلال الجنسي، اللي هو لما المتحرش ما يضقر بالولد بس فيه يستفيد منه أو يستغله كرمال مثلاً بيصوره بطريقة إباحية، بينزلون على السوشيال ميديا، فيه يصوره فيديوهات إباحية ينزلون، بيكون عم يطلب منه للشخص الثاني للولد أنه يعمل أمور جنسية بركي يتقر بحاله. أكيد كمان الولد يعني منه فهمان ومنه بعد يعني جاهز أنه يعمل الأمور. نعم. أكيد كمان فيه المتحرش ما يضقر بالولد، بس فيه يكون متحرش هو عم يظهر أعضائه الجنسية قدام الولد، وهيدا كمان عنف جنسي. نعم. يعني فينا نقول أنه التحرش هو مش دوما التعرض للقاصر باللمس، إنما أحيانا كمان ممكن يكون دفع القاصر للمس المتحرش. مزبوط، فيه يكون جبره للطفل أنه يلمسه
أو حتى ما يكون حتى جبره يلمسه، بس جبره يتفرج وجبره يسمع مور بعد ما بتفوت براسه للولد. نعم. طيب أي الوقع أقصى على الضحية يعني، أو ممكن يتنسي، لأنه رح نرجع نحكي عن نسيان فعل التحرش بالأسئلة الثانية، بس أي الوقع الأقصى بيكون على القاصر؟ هل هو السماع أم اللمس أم أكيد كل نوع بيأثر بطريقة مختلفة، ومش بس النوع كمان الوقت. يعني عقدي وقت ضلوا هيدا العنف الجنسي عم بيصير، وكمان حسب عمره للولد. يعني ولد عمره 10 سنين مش مثل الولد اللي عمره 5 سنين، كل واحد عنده نمو مختلف ووصل لمرحلة مختلفة بالنمو تبعه. أكيد الشيء اللي بيتقرب الجسد يمكن معقول يكون عنده أثار سلبية أكثر، أثار سلبية أكثر، لأنه يعني الجسد هو شيء بيخصه للولد، وإذا حدا دقره بلا ما يكون الولد موافق أو فهمان شو عم بيصير، هذا الشيء يمكن بيأثر كمان على كتير أمور بعدين بحياته. نعم. دكتور كريستينا، فعل التحرش هو فعل لا يقتصر فقط على الأطفال أو القصر، يعني فينا نقول إنه يعني كمان ممكن ينطبق على البالغين كفعل، فعل التحرش. فعل التحرش أكيد فيه يصير على حيلا عمر. نعم. حتى على البالغين، وهون صرنا عم نحكي عن اعتداء جنسي مثل ما قلنا قبل. وهذا الشيء كمان كتير بيصير وكتير بنسمع عنه، وموضوع مش كتير يمكن منحكى عنه لأنه هو يعني تابو بالمجتمع عنه، بس أكيد كمان الأثار على البالغين غير الأثار على الأولاد، والطريقة اللي بيعبروا فيها البالغين مش مثل ما الأولاد بيعبروا. يعني كمان فينا نفهم أنه كلمة التحرش يعني هي ما بتعني عن بعد، هي فيها محاولة، هي محاولة أكيد، حتى إذا حاول الشخص هذا الشيء بيأذي الشخص يلي عم بيعاني من هذا الموضوع. لأنه في ناس مرات بتفهم فعل التحرش هو محاولة الاقتراب جنسيا من القاصر، ولكن ما بتفكر إنه هي يعني بلوغ الأذية، بفكروا إنه هي محاولة للاغتصاب. يمكن بس تنوضح انه التحرش هو يعني حتى يشير الى تعنيف جنسي، اكان لفظي او جسدي. اكيد مزبوط. طيب هلا اذا بدنا نحكي عن المتحرش، هل التحرش هو دوما بيشير لاضطراب نفسي عند الفاعل، ام انه قد ينتج عن بيئات معينه بيربى فيها المتحرش، او كبت يمكن بخوله وجود القاصر قدامه انه يكون لقمه سائغه يمكن اكثر من غيره من جهه عدم القدره عن الدفاع عن النفس مثل ما ذكرت من شوي، او انه يعبر عن الموضوع لاهله او لذويه؟ هلا هيدا الموضوع بعد ما في كتير دراسات من عمل عليه، بس الشيء الأكيد هو أنه ما في عامل واحد، ما في سبب واحد بيؤدي لشخص يتحشر بقاصر أو بالغ، في كذا، في عدة عوامل بيتفاعلوا بين بعض، اللي هنا مثل ما ذكرت البيئة، يعني البيئة العائلية والاجتماعية اللي ربى فيها الإنسان، إذا هو تعرض من قبل لتحرش أو لا، إذا هو تعلم السلوكات الاجتماعية يفرق بين الصح بالغلط، في عنا كمان الأسباب البيولوجية، يعني هو دماغه كيف مكون، الهرمونات، وفي عنا كمان العامل النفسي اللي هو يمكن البيئة والبيولوجية بتأثر أنه شخص يصير عنده اضطراب نفسي. مش كل متحرش بالإلزام أنه يكون عنده اضطراب نفسي، بس معقول يكون عنده اضطراب نفسي، مثل مثلا إذا عم نحكي عن الأولاد، في عنا البيدوفيليا، في عنا الاضطراب بالشخصية اللي هي الـ Anti-Social Personality Disorder، يعني هو شخص ما بيحترم القوانين، ما بيحس بندم إذا شخصه ما بيهم، إذا شخص تاني ما بيهمه سلامة غيره، متهور. وأكيد في عنا صفات فيها تتطبق على كذا بروفيل متحرش، مثل النرجسية، مثل قلة التعاطف مع الشخص الثاني، ففي عنا كذا عوامل،
ومش كل متحرش مثل غيره حسب كل واحد قصته بالحالة. يعني بيندرس كل حالة لوحدة لما بيكون في عنا وضع تحرش. مزبوط، كل حالة لحالة، وإذا في شخص مثلاً عنده اضطراب بالشخصية مش يعني كمان متحرش تاني عنده نفس الشيء. طب ذكرت شغلة كتير مهمة وبحب نطفي ضوء عليها اليوم، هل المتحرش بيعيش عقد الذنب أو صراع بينه وبين ذاته بعد القيام بهيدا الفعل، ولا كمان يعني هيدا الشيء وقف على كل حالة بحالتها مثل ما ذكرنا قبل؟ أكيد هيدا الشيء بيوقف على كل حالة بحالتها، يعني ما فينا نشملهم كلهم بكاتيجوري واحدة. نعم. في منهم معقول يحسوا بالذنب ويجربوا يغطوا هيدا الشيء بمثل أنه هن يبرروا ليه عملوا هيدا الفعل الجنسي أو هيدا التحرش، وفي عندك غير نوع اللي هن ما بيحسوا بذنب، ما بيحسوا بندم، بيضلون عم بيكرروها، وهيدا كمان شيء يعني حسب هو قصته بالحياة وكثير غير أمور. كمان لفتني امبارح أنا عم بقرأ شوي عن هيدي المواضيع أنه ممكن المتحرش بدون ما حدا بالقوة يعني ياخده لعلاج نفسي قد لا يدرك أبدا مدى الأذية اللي عم بيسببها، قديش مزبوطة هالفكرة؟ دكتورة كريستين، هلأ اليوم المتحرش يعني بحسب ما شوية قراءات كنت عم بعملها عن الموضوع أنه لا يدرك بذات نفسه أنه هو يعاني من اضطراب ما ولازم يلجأ للعلاج أو لاستشارة حدا، يعني غالبا ما بيكون الأمر أنه بعد إلقاء القبض عليه أو ما بعرف يعني محاكمته أو شيء هيك بيطلبوا له بالقوة معالج نفسي. قديش هذا الموضوع مزبوط وقديه هو قادر مثله مثل أي حدا بيعاني أزمة ما أنه يلجأ لشخص؟ هلأ أكيد بتفرق بين شخص وتاني، في عالم بيكونوا هن عندهم الوعي الكافي كرمال يدركوا أنه هن عندهم مشكلة زعجتهم كتير وبدهم يشتغلوا عليها، بس في عندك غير نوع عالم هن منهم دريانين على هيدا الشيء ومنهم شايفين انه مشكلة، خصوصا اذا هن عايشين ببيئة ذكورية كتير بمجتمع ذكوري، اذا نحن عم نحكي عن رجال متحرش هو خلص مقتنع بهيدا الفكرة، هو عم بيعمل الشيء المزبوط. اعتداء الجنسي هي جريمة. نعم. يعني وفي عنا مثلا حبوسة بقلب الحبس بيكون في يعني مستشفى بسيكياتريك بيكون في معالجين نفسيين بيجربوا انه يشوفوا شو المشكله مع الشخص اذا هو موافق انه يحكي، اذا نعم. هو منه موافق. ولكن بشكل عام هو من تلقاء ذاته قد لا يدرك انه بحاجه للمساعده. مزبوط، يمكن هو ما بده منه دريان على هيدا الشيء. نعم نعم. طيب ما فينا نساعده من هالناحيه ساعته. نعم. اليوم شو هي الآثار النفسية للتحرش على الطفل أولاً ومن ثم على البالغين؟ أوكي. أكيد الأطفال الآثار النفسية عليهم بتختلف حسب يعني من طفل لطفل، مش كل الأطفال نفس الشيء ومش كل الأطفال بيعبروا بنفس الطريقة، حسب عمره للطفل، حسب نوع العنف الجنسي، وحسب قد ايه وقت ضلوا هيدا العنف الجنسي عم بيصير، هول كلهم بيأثروا على كيف الولد رح ينفعل وشو رح يصير معه. هلا من الآثار اللي فيها تكون موجودة هنا رح نبلش نلاحظ انه في تغييرات بالسلوك تبع الولد وبالعاطفة عنده، يعني يمكن يصير يعصب كتير، بيخاف يفوت على الحمام، بيخاف انه حدا يحممه يشلحه تيابه، يمكن يخاف حكيم يشلحه التياب كرمال يفحصه، فبيصير يربط القصص ببعض بهيدا الحالة عن التروما، عن بيعبر عن خوفه، يعني عم بيعبر عن صدمة صارت معه أثرت على حياته، في عنا ما قبل وما بعد الحادثة. نعم. فيه الولد كمان يبلش يبعد عن رفقاته، يبعد عن أهله عن عائلته، فيه ما يحكي بقى أنه عم بيصير رايق، كان يحكي كتير شو صار ليه بطل عم يحكي. يعني كل هيدي علامات لازم تدعي الأم للتساؤل لما بتشوفهم عم بيصيروا مع ولدها، مش تعتبرهم شيء عابر وتمرق عليه مرور الكرام، إنما يمكن لازم تفوت بالعمق أكتر لتعرف إذا ولدها متعرض لأي حادثة من هالنوع أو لا.
إيه أكيد أكيد، يعني لازم الولد لازم الأهل يعملوا حوار مع الولد، يجربوا يفهموا عليه ليه هيك عم بيصير. نعم. وفي أهل يمكن يكونوا حاسين إنه في شيء غلط، بس بيغطوا النظر عن هيدا الشيء كرمال هن يحموا حالهم من الوجع الداخلي إنه معقول يكون في شيء غلط مع الولد. بس ما أنا هيني هيدي، يعني هون الأهل بيكونوا عم بيعرضوا حياة الطفل بكاملها لخطر لحتى هن ما ينوجعوا. أنانية شوي الفكرة. لا ايه اكيد هيدا الشيء بيأثر على حياته للولد بعدين، بس نعم. الأهل اوقات هن ما بيعرفوا شو يعملوا، ما بيعرفوا كيف يتصرفوا، مش بقصدهم بيتصرفوا بهيدي الطريقة، هن يعني منهم فهمانين شو عم بيصير، واوقات أوقات بيحموا حالهم من هذا الضرر. يعني في كلمة كتير مهمة قلتيها، بيجربوا يجنبوا حالهم وجع إنه ابنهم صاير معه شيء. مزبوط، هيدا منسميها داني، يعني هيدا ميكانيزم دو ديفانس بيستعملوها الأهل كرمال يعني يتجنبوا إنه هن يتوجعوا، يتجنبوا إنه تتغير حياتهم، فهنا يعني عم بيدافعوا عن حالهم. يعني مثل واحد بيعرف حقيقة بس ما بده يصدقها. إذا بدك فيني أقرب الموضوع بهالطريقة. مزبوط، بيعرف حقيقة ما بده يصدقها. دكتور، في قسم متعلق بالبالغين ما حكينا عنه، حكينا عن الطفل شو ممكن يبين عليه. البالغ اللي ما عنده الجرأة إنه يعبر إنه هو متعرض لشيء من هذا النوع، شو ممكن يبين عليه من آثار نفسية؟ تروما، من العوارض تبع التروما كمان. عم تسمعوني منيح؟ يعني سمعنا عند تروما وراحت، معلش بدك تتحملينا شوي بدنا نرجع نعيدها. ايه مش مشكلة. كنت عم بحكي انه عند البالغين كمان هيدا الشيء معقول يسبب تروما. نعم. يعني هن بيصيروا يخافوا من الاخرين، علاقتهم بالاخرين بتبطل، يعني بطلوا يقدروا يعملوا علاقات مع العالم، ببطلوا يوثقوا بحدا. كمان منشوف الكآبة، التوتر، القلق، هول المشاعر المؤلمة. ما بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم المؤلمة. ما بيعرفوا يعبروا. كمان في عندك أكيد اضطراب بالأكل، يعني هنا كرمال يحسوا أنه عم بيسيطروا على جسمهم ببلشوا يسيطروا على الأكل يلي عم يأكلوه، وكمان لأنه صورة الجسم كتير تتغير عند الشخص يلي تعرض لتحرش. نعم. بتصير يشوف أنه هو كأنه ما بيستحق، وأنه هو ما بيستحق الحب وما عنده كرامة لحاله. بتكون انكسرت صورة جسده بعيونه، إذا فينا نعبر هيك. نعم. 100% انكسرت صورة جسده لحاله، لأنه في حدا إجا دقر بجسده بلا موافقته. فهو كأنه بطل عنده كنترول على حاله. طيب، وبالنسبة للكبار، هل بيأثر التحرش على حياتهم الجنسية لاحقا؟ إذا بيأثر على حياتهم الجنسية؟ نعم. إيه معقول هذا الشيء أكيد يأثر على حياتهم الجنسية، لأنه صورتهم يعني انكسرت صورة جسدهم، الصورة السليمة، هن ما بقى قادرين يعملوا علاقة جنسية بطريقة صحية. يمكن يصيروا يفكروا إنه كل شخص عندهم علاقة معهم رح يأذيهم، ومثل ما المتحرش أذاهم. نعم. فأكيد يعني من الأثار كمان فيها تكون اضطراب جنسي. طيب دكتور كريستينا، أي متى بينسى القاصر أو البالغ أنه بيوم من الأيام قد تعرض للتحرش أو لا ينسى؟ كتير كتير شيكم ما أنه نشوف أولاد تعرضوا لتحرش وبعدين بس يكبروا بينسوا هيدا الحادث. نعم. وكمان هيدا النسيان كمان هي ميكانيزم الدفاعس، هن عم بيدافعوا عن حالهم، عم بيحموا حالهم من هيدا الذاكرة المؤلمة، ولأنه كمان هن يمكن منهم فهمانين شو عم بيصير، بيدفعوا هيدا الذاكرة باللاوعي، بيحطوها باللاوعي، بس مش يعني إذا نسيوها يعني هي ما عم بتأثر على حياتهم. يكون هنا يكونوا حاسين حالهم مش مرتاحين، حاسين انه في شيء غلط، بس هن ما عم بيعرفوا شو هو السبب الاساسي لانه نسيان. كمان معقول يرجعوا يتذكروا اذا عملوا علاج نفسي، فيهم يرجعوا يعمروا هيدا الذاكره عن اول وجديد. بيرجعوا بيعمروا هيدا الذاكره من جديد. كنت عم تقولي لي
مزبوط. نعم. عم بقول إنه إذا عملوا علاج نفسي لأنه حاسين في شيء غلط فيهم يعمروا هيدا الذاكرة عن أول وجديد ويحطوا معنى عليها. يعني منقصد بيعمروا إنه مثل يرجعوا يرمموا هالذاكرة أو يحسنوا منها إذا بدك، يعني يرمموا جروحاتهم فيها. صح، هي إعادة تعمير الذاكرة لأنه يعني فيهم يتذكروا شيء ما يتذكروا شيء تاني، فيهم هن يزيدوا شيء على الذاكرة، فهي ما بتكون كتير واضحة بس أنه بيكون واضح أنه في شيء صار. نعم نعم. قبل ما ناخد بريك وهيك نرجع نعمل ريفريش للإنترنت نحن الاثنين، لأنه هذا لبنان يعني هذا الوضع الموجودين فيه، مرات ظروفنا العملية ومرات ظروفنا الاقتصادية عم تمنعنا أنه نكون وجها لوجه، حتى عم تمنعنا أنه بالقليلة نطلع باتصال بطريقة طبيعية بدون ما يكون مقطع كذا مرة. رح أسأل سؤال قبل ما ناخد هذا البريك، كنت توقفت عنده بس بدي نستفيد فيه شوي، هل صحيح أنه المتحرش يكون أو عفوا المتحرش به يعني القاصر اللي تعرض لعملية تحرش، هل صحيح أنه بيكون عرضة بالمستقبل أنه يكون بدوره متحرش أم أنها معلومات مش دقيقة 100%، قد يجوز هالشي وقد لا يحصل؟ لا مزبوط هيدا الشيء، أكيد مش عند كل العالم، حسب الدعم الاجتماعي اللي حصل عليه الشخص، حسب إذا تعالج من هيدا الموضوع أو لا، بس معقول كتير إنه القاصر يلي تعرض لتحرش بعدين بس يكبر يرجع هو يعيد نفس التحرش على شخص ثاني. ليش؟ لأنه هو لما كان قاصر حس حاله إنه ما عنده كنترول، حس حاله ضعيف يعني باسيف منه قادر يعمل شيء، وكمان كرمال يحمي حاله من هذا الضرر بيتمثل بالشخص يلي تحشر فيه. يعني بيتمثل فيه بياخد صفات من هذا الشخص وهو بيمشي فيهم، كرمال بعدين لما يرجع يطبقهم على شخص ثاني يحس انه هو عم بيسيطر على حاله، هو عم بيسيطر على الوضع، وها منسميها repetition du trauma. يعني عم يرجع يعيد نفس الشغلة كذا مرة. يعني عدم الأمان اللي مرقوا فيه المتحرش بيلعب دوره لحتى يمارسه على الآخر ليستعيد هو ثقته بنفسه. حتى يستعيد ثقته بنفسه، يستعيد يعني هو يحس حاله قوي تبديك ويحس حاله أنه هو قادر يسيطر على حياته، مش شخص تاني عم بيسيطر على حياته. نعم. طيب بس بسؤال نعم أو لا، لأنه هلأ هيك حبيت أطرحه قبل ما ناخد البريك، هل يؤثر التحرش على الميل الجنسي لدى القاصر لاحقاً؟ كيف يعني على الميل يعني الجنسي؟ ممكن على الميول الجنسية، يعني هل ممكن عملية التحرش بقاصر قد تدفع لتغيير ميوله الجنسية؟ يعني بدل ما يكون إنسان بعلاقة طبيعية إذا فيني أقول مع الجنس الآخر يميل للجنس ذاته مثلا؟ أكيد فيها تصير يعني، بس هيدا على الحالتين أمر طبيعي، يعني هو صار شيء خلي انه هو ميوله يتغير للجنس الاخر. نعم. اكيد معقول يصير هيدا الشيء، هذا الاحتمال وارد. طيب لكن نحن وياك والمشاهدين رح نتوقف مع فاصل قصير ومنعود لمتابعه حلقتنا. مرميا في الظلال لا
سعيدا مخنوقا بالحبال هاني شريدا في السهول والجبال ولم أجدك لم أجدك أين أنت أين أنت يا إلهي أين أنت تائه بعيد عن أين أنت يا إلهي أين سمعت صوتا من غربتي تحنن علي صارخا في ظلمتي تعال إلي بحبك راحة أعطيتني سلاما في قلبك هذا أنت يا إلهي هذا أنت ساهر أنا أين أنت يا إلهي أين أنت تائه أنا بعيد عن عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة حلقتنا برجع بذكر أنه ضيفتي هي المعالجة النفسانية العيادية دكتور كريستينا صفير وموضوعنا اليوم عن التحرش للي ما لحقوا يتابعونا من الحلقة من بدايتها ولكن طبعا بيقدروا يرجعوا يلاقوها فيما بعد على موقعنا على يوتيوب ما بعرف إذا بعدنا مننزل على الفيسبوك بس إجمالا على يوتيوب بيقدروا يرجعوا يشوفوا الحلقة دكتور رح نكفي معك رح نحكي هلأ كيف لازم أنه يتم التعامل مع الطفل المتحرش فيه ومين هي الجهات المعنية بمساعدته كيف بيتم التعامل مع الطفل المتحرش فيه أول شيء كتير مهم أنه نحن بالأول نحافظ على سلامة الولد يعني نعمل كل شيء كرمال نتأكد أنه هذا الولد محمي مش رح ترجع تتكرر هيدا الشغلة كتير مهم نطمنه للولد أنه مش الحق عليه نشيل الذنب قد ما فينا لأنه هو معقول يفكر أنه هو السبب وكمان صورته لنفسه وكل هول بيتأثروا
مين هن العالم المعنية بهذا الموضوع؟ أكيد لازم نشوف من الناحية القانونية، يعني نشوف في عنا كتير منظمات بلبنان بيتعاملوا مع هذا الموضوع مثل حماية، كفاءة، أبعاد، ففينا نتصل فيهم، هن فيهم يساعدونا كمان نحن نحمي الولد من كل النواحي القانونية. نعم. المحل القانونية وحتى النفسية. نعم. أكيد الأهل بيلعبوا دور كتير كتير مهم. هن شغلتهم أنه جربوا يروقوا للولد ويجربوا يحطوا معنا على الشيء اللي صار. أكيد هن كمان بدهم يروقوا حالهم لأنه إذا هن منهم رايقين. نعم. 100% هذا اللي بدي أسألك إياه، إنه اليوم تيقدروا الأهل من بعد ما يتعرض ولدهم لحادثة من هالنوع أو بالأحرى تنسميها مثل ما هي لعملية تحرش، بيحتاجوا هن أيضا لمساعدة نفسية ليقدروا يكونوا قادرين إنهم يساعدوه؟ أكيد هن عايزين دعم نفسي لأنه أكيد هذا موضوع كتير صعب على الأهل. نعم. ولازم يستشيروا حدا كرمال هذا الحدا يساعدهم هن كيف يتعاملوا مع مشاعرهم، كيف يتصرفوا، ويعني يعملوا جيدانس للولد. وحتى كمان كتير مهم الأهل يسقفوا حالهم عن هذا الموضوع، لأنه إذا هن ما بيعرفوا شيء عن هالموضوع ما حيعرفوا إنه شو الأثار على الولد، ما حيعرفوا كيف يتصرفوا. نعم. فالأهل هن شغلتهم إنه يحموا الولد، يحسسوه بالحب، يشيلوا عنه كل الذنب، وكمان يسمعوا له ويوقفوا حده. أهم شيء إنه ما يلوموا الولد. نعم. لأنه معقول الأهل كمان يحسوا بغضب على الولد إنه من وراء هلأ تغيرت عائلتنا، ليش خبرنا، كنا أحسن لو ما عرفنا. فهول أكيد مشاعر الأهل أكيد أمر طبيعي، بس مهم أنه يعالجون. هيدي نقطة ركزت عليها أنه تغيرت حياتنا مرتين. هون رح أسأل سؤال، هل ممكن أيضا تكون تغيرت على مستوى العلاقات بين العائلة، على اعتبار أنه غالبا ما يكون المتحرش هو فرد من العائلة، أكان العائلة الصغيرة أو العائلة الممتدة أو العائلة الكبيرة؟ صح، فرجت الأبحاث أنه 90% من حالات التحرش بتصير من شخص من العائلة أو شخص كتير قريب للعائلة. نعم. مثل رفيق أو رفيقة أو حدا من الجيران. فأكيد هيدا الشيء رح يكون يعني صعب من كل النواحي، لأنه الأهل رح يبلشوا ما يوثقوا بالعالم حواليون، بدون يقطعوا العلاقات. وإذا كان شخص، إذا المتحرش كان شخص قريب منهم، كمان بدون يقطعوا العلاقة معه، فمن كل النواحي هذا الشيء رح يأثر عليهم. نعم. كمان سؤال بهيدا الإطار، اليوم الأهل بدوا مساعدة نفسية، مثل ما الطفل المتعرض لعملية التحرش بدوا مساعدة نفسية، قديش لازم نوسع دائرة اللي لازم يكونوا على علم بهيدا الموضوع؟ يعني عم بحكي إذا هالولد محطوط كولوني، هل لازم المسؤولين عليها يعرفوا أنه تعرض لهيك شيء بالمدرسة؟ لازم يعرفوا أنه تعرض لهيك شيء؟ يعني هل هن أيضا معنيين بمساعدة هيدا الطفل الضحية مع الأهل ليتخطى هالموضوع، ولا المفروض أنه تضل محصورة بالعائلة حتى ما يحس بإحراج أو باتساع الذنب، لأنه هو نوعا ما رح يحمل ذنب لو ما عبر عنه، يعني يمكن صراع بينه وبين نفسه. هلا أهم شيء أنه الأهل يعني ما يجربوا أنه يخلوا هيدا الموضوع سر، لأنه هيدا الشيء عيب وما لازم نحكي فيه، لأنه إذا وصلوا هيدا المساج للولد رح يصير هو كتير مستحي من حاله وما عم يتقبل هيدا الشيء. فبالعكس إذا هن حاسين أنه مثلا المدرسة قادرين يساعدوا، المدير أو المديرة أو المعالج النفسية بالمدرسة فيهم يعرفوا عن هيدا الشيء، هن أكيد فيهم يكونوا يساعدوا الولد. كمان الأساتذة بالصف، يعني بالعكس منه موضوع انه ما فينا نحكي فيه. اكيد هذا الشيء يعني بيرجع لكل شخص، اذا هن هيك بيرتاحوا اكيد يعني هن عندهم الحريه انه يخلوه بس بقلب العائله، بس اهم شيء انه ما نحسس الولد انه هذا موضوع عيب وممنوع الواحد يحكي فيه. نعم. نعم. دكتور
هلأ حكينا عن مساعدة الأهل، ولكن لنتجنب أنه تصير هالحادثة ببيتنا، كيف بداية لازم الأم تحدث طفلها عن خصوصية أجزاء جسمه واختلافها حتى تعرفوا عليها وتضيف نوع من الثقة كمان بينه وبينه لحتى يعرف هو يحمي حاله إذا كان عنده الوعي العمري الكافي اللي بخوله أنه يحمي حاله؟ أكيد يعني هي بنسميها sex education كتير مهمة. معقول كتير الأهل يفكروا إذا أنا حكيت ابني أو بنتي بهول الأمور الجنسية يعني يمكن أنا عم عرضهم إنه هن يروحوا يعملون لهول الأمور، عم فتح لهم عينهم. إيه عم نفتح لهم عينهم، بيصير عندهم حشرية يروحوا يجربوا. بس بالعكس، نحنا كل ما نعلم الأولاد على هذا الموضوع أكيد بطريقة بتناسب عمرهم. نعم. يعني هو كل ولد بيوصل ما قلتي لمرحلة بالنمو هو ببلش يكتشف حاله، هو على 3 سنين الولد ببلش يكتشف انه انا صبي، مش كل العالم صبيين، في صبي في بنت. فالولد بطبيعته امر كتير طبيعي يكون عم يكتشف حاله. فكمان يعني الاهل فيهم يكتشفوا الولد وين صار بهيدا النمو. واذا الولد سأل اسئلة كمان مهم الاهل ما يعيطوا على الولد او يخافوا. يعني اذا الاهل هن مرتاحين مع هذا الموضوع، متصالحين مع حالهم، رح يقدروا يساعدوا الولد كمان هو يتصالح مع هالموضوع. حلو. فمثل ما قلت انه الاهل فيهم يساعدوا اولادهم، يحموا اولادهم لما يعلمون عن اعضاء الجسم. يعني مثلا هول خصوصياتك، هول لك، ممنوع حدا يشوفهم. اذا مثلا حدا من العائله، يعني كتير أوقات الأهل بيجبروا الولد يروح يبوس حدا من العائلة. صحيح. أو يابوس. كمان مهم أنه الأهل يعلموا الولد على حدود. يعني هو فيه يحط حدود مع العالم، فيه يقول لا، له حق يقول لا. بس يتعلم عن أعضاء جسمه ويصير عنده هيدا الوعي، هو ساعتها بيصير يعرف أنه إذا في شيء صار نوع من تفاعل جنسي بيعرف أنه هيدا شيء غلط لأنه أهله هيك علمونه. نعم نعم. طيب شو ممكن تقول الأم لأبنها؟ لأنه نحن مثلا مرات منحذرهم من الغربة، ما تاخد شيء من غريب، ما تسلم على غريب، ما تحكي معه، ما تروح معه، بس منبقى مطمنين للأقارب. ومثل ما قلت أنه أعداد المتحرشين بحسب الإحصاءات هي أغلبيتها من الأقرباء، كيف لازم الأم تعلم الطفل الحفاظ على نفسه من الأقرباء قبل الغرباء؟ شو لازم تقله؟ هلأ الأم والبي اثنيناتهم عندهم دور كتير مهم. يعني الأم تلعب دور والبي كمان بيلعب دور كتير مهم. نعم. يعني مثل ما قلنا فيها تقول للولد أنه إذا أنت مثلاً منك مرتاح لهيدا الشخص، إذا حاسس أنه ما بتحبه لهيدا الشخص، فينا نجرب سوا نفهم ليش. يعني فيها الأم والبي يفهموا من الولد أنه ليه أنت ما بتحب هالشخص، ما يجبروا أنه لا ما هو حدا من العائلة ويصيروا عم بيحسسوه بالذنب أنه إذا حدا من العائلة يعني هو مجبور أنه يحبه. لا بالعكس، يعني هو يحترم، يعلموا أنه هو يحترم حاله ويسمع لمشاعره ويسمع لحاله. نعم. ف يعني هيدا أهم شيء. نعم. دكتور بتحب هيك بختام حلقتنا أنك تقدمي نصيحة للأهل كما للأطفال؟ برجع بكرر أنه اللي عندهم إدراك، نحن منقول أطفال بس ممكن يكونوا قصر يعني، ولكن بيقدروا يستوعبوا اللي عم بتقوليه. شو النصيحة اللي بتقدر تقدمي لهم إياها لحتى نقدر نتفادى حصول هيدا الموضوع، وبذات الوقت في حال حصل أنه نقدر نتقبله؟ النصيحة اللي فيها أولى للأهل إنه إذا حسين إنه في شيء غلط عم بيصير، كتير مهم إنه ما تغطوا نظر على الموضوع، لو حتى هو موضوع صعب وبيخوف. بس نحنا كل ما بلش عبكير، كل ما نحنا نكون عم نحمي أولادنا من هذا الموضوع وعم نساعدهم إنه هن يعني ما يتضرروا كتير. كرمال مثل ما قلت المراهقين أو يعني حيالله شخص عم يسمعنا، إذا في شيء من هيدا النوع صار معكم، مش غلط انه تحكوا عن هيدا الموضوع، بالعكس هيدا منو عيب، حقكم انه تحكوا عن هيدا الموضوع وتعبروا كرمال انتو، لانه حقكم انه يعني حق، يعني نحن فينا نساعدكم، انتو حقكم من حقكم انه نحن نساعدكم. حلو. فما تستحوا من هيدا الموضوع، وبالعكس يعني فيكم تروحوا لعند حدا بتوثقوا فيه وتحكوا. ومش بس هيك، يعني حقهم
يحكوا بهذا الموضوع ويتلقوا المساعدة وحقهم كمان ياخدوا حقهم القانوني من هذا الشخص عبر الشكوى وعبر أنه يتحاسب 100%. يعني العدالة كتير مهمة وهن من حقهم أنه يحصلوا على العدالة من كل النواحي. نعم دكتور كريستينا صفير المعالجة النفسانية العيادية، أنا بشكر حضورك معنا اليوم بهالحلقة المميزة والمهمة وعلى المعلومات اللي أعطيتينا إياها، أكيد على أمل اللقاء فيك بمواضيع تانية. مرسي كتير أرزة ومرسي لألكون وهالحلقة كتير حلوة. شكرا كتير مشاهدينا، هيك بنكون وصلنا نحن لختام حلقتنا لليوم، أكيد على أمل اللقاء فيكم الأسبوع المقبل بإذن الله بموضوع جديد، وضع جديد نقدر نتناقشه ونقدر نوعي فيه الناس. أنا أكيد بودعكم على هالأمل هيدا، ولكن فيكم تتابعوا معنا بعد ختام هالحلقة أخبار محلية متنوعة حاصلة بلبنان أكيد بنطلع عليها كلياتنا سوا، وأنا على هذا الأمل بودعكم ولقائنا بتجدد الأسبوع المقبل. باي باي. أقام نائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس نادي السفارة الأمريكية أسعد النخل الحفل السنوي التكريمي لمناسبة حلول عيد مارلياس ببلدته ببيت شليلة البترونية، وبحضور فعاليات رسمية دينية قضائية اجتماعية بلدية واختيارية فنية ورياضية. وابتدى الحفل بكلمة ترحيب بالضيوف من قبل الإعلامي جورج الهاني، وتلاه بكلمة للرئيس النخل اللي شدد على معاني المناسبة وواعدا بالمحافظة على مثل هكذا تراث وتقاليد وكذلك على الروح وأجواء الضيافة اللبنانية الأصيلة والمعطاء. وكرم النخل عدد من الفعاليات بتذكار خشبي بيحمل صورة مارلياس. نظمت جمعية العناية بالنظر ومجلس بصريات دول الشرق المتوسط وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية لسلامة النظر المؤتمر اللبناني للبصريات برعاية النائب الدكتور إلياس جرادي تحت شعار التعليم قبل التشريع، وذلك بقاعة المحاضرات لجامعة العائلة المقدسة بالبترون. وانطلق المؤتمر بمحاضرة عن معالجة وباء قصر النظر، ثم عن الإدارة الكاملة لقصر النظر، ثم نقاش من أجل إيجاد كيفية لتطوير استراتيجية إدارة قصر النظر بلبنان، ثم كان الافتتاح الرسمي. وقد ألقيت كلمات وركز خلال المتكلمين على رفع الصوت عاليا ودعما للتعليم، وبالإضافة لوضع هالمهنة على الخريطة العلمية والعالمية. كما ترافق المؤتمر مع إقامة معرض لكبار الشركات المحلية والدولية المعنية بهالاختصاص. أقام طلاب الصف النهائي بثانوية عبرين الرسمية حفل تخريج دورة 2022 وتحت عنوان وتحقق ما كان بالأمس حلما، حكاية رغم كل شيء، وذلك بالحديقة العامة لبلدية عبرين. وقد تقدم الحضور المرشد الروحي للثانوية الأب بطرس فرح، مختار البلدي إبراهيم درغام، مدير الثانوية هيام بو فرانسيس علوان، والجهاز التعليمي، مديرية تكملية عبرين هنا بر إهمام، رئيسة لجنة الأهل بالثانوية أنطوانيت سلوم، وحشد من أهالي الطلاب الخريجين. البداية بنزول الطلاب بالترافق مع جو موسيقي، وكلمة للطالبة نيفين حمادي اللي اعتبرت الاحتفال بأنه جينا لثمار الأتعاب والجهود، ومع التمني بالتوفيق للجميع، وبتوجيه كل الشكر للسيدة المعطاء المديرة المدبرة والمثابرة والأستاذ الشغوفي. ثم تم إلقاء النشيد الوطني اللبناني، ولا تدعي المديرة الثانوية علوان بكلمتها الطلاب لمتابعة المثابرة على التحصيل العلمي وليستفد من المنح الكاملة أو الجزئية اللي بتتقدم سنويا من الجامعات الخاصة، لأنه العلم هو نور لإضاءة ظلمات الحياة. ومبروك للجميع وما أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق، ونالت باقة من الورد كبادرة شكر من طلابها. وكانت كلمات للطلاب باللغات الثلاث العربية الفرنسية الإنجليزية، ومن ثم وقفة مميزة مع باقة من الأغاني والموسيقى عبرت خلالها عن مواهب الطلاب.
نظمت سيدات سيدة العطايا ببلدة الجديدة عكار مهرجان احتفالي لمناسبة ليلة عيد مار الياس الحي، وبالزمن الشبيه لزمن القحط والمجاعة والمعاناة ووقت مار الياس، حقق عجيبة مع امرأة السرفاند وهي بلدي بجوار صيدا، حيث وقتها مار الياس بركة لتزيد عند الغلة من زيت وقمح ودقيق، وذلك لطيلة فترة المجاعة ولثلاث سنوات متتالية، وكذلك حين توفي نجلة حيث تمكن من إعادته للحياة مجددا. والقديس مار الياس كان غيورا جدا ومحبا لله، وحيث واجه كهنة بعل والوثنيين ومعبد بهدف إثبات وجود الله وأي إله هو الأقوى، وكلاهما قدمه ذبيحة، فوقع الاختيار على ذبيحة مار الياس بينما رفض الطرف الآخر. وقد ردد مار الياس بأن غيرة الله قد أكلته، وهو لم يمت بل أخذته مركبة نارية للسماء، ولذلك فقد سمي بمار الياس الحي، وأنه حي ولم يمت على الأرض. وبلدة جديدة العكارية تشفعت للقديس، وسمي عدد كبير من أبنائها بالياس وألية ومشتقاته، وقامت سيدات العطايا بالاحتفال بالعيد المبارك وبإشراك جميع أبناء البلدة، وهو عمل جماعي ومبارك من الله. وقد قامت بتحضير 4 حلل من الهريسة أو الأمحية، واستناداً لمار الياس لفاض بعجيبته على امرأة السرفاند وفي زمن المجاعة. وكذلك فقد تم توزيع أيقونات القديس مع البخور على المؤمنين، وترمس للأطفال، بشار ورسم على وجوه الأطفال، ولإعطاء حق وإعادة البهجة والسرور، وبفترة من أجواء قرع الطبول وحلقات الرقص. كما ألقى المشرف العام لسيدات سيدة العطايا ورئيس النادي الثقافي الرياضي الاجتماعي ورئيس المركز الطبي إيلي ورد كلمة مشيدا بنشاطات الجمعية والتي هي مباركة، ودعا للانتساب والمشاركة فيها وبشكل أوسع، ومعيدا الجميع بالمناسبة. نظم مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية بالتعاون مع الجمعية العربية لعلم الاجتماع ورشة تفكير ونقاش بعنوان التنوع والتعددية وإثراء للمواطنة المصدر للأزمات، وذلك بالقاعة 1188 من المحاضرات بجبيل، وبحضور دكاترة طلاب من الجامعة اللبنانية ورئيس المركز الدكتور أدونيس العكرة ومدعوين. وقد تناولت الورشة اللي تضمنت 6 جلسات للمحاضرين الدكاترة وعلى فترة 2 متتاليين المواضيع التالية عن بداهة التنوع والاعتبارات اللي بتجعل منه إثراء للمواطنة أو أزمة، التباسات العرب بالتعامل مع مسألة التنوع وعندما تضيق الأنا بآخرة، أزمة العلاقة بين الهويات الفرعية والهوية العامة وضائقة تقوقع الهويات، لبنان التعدد وإيديولوجيا الاستنهاض، ما بين التعددية والتنوع بالوحدة والمواطنة، تأثير الرواسب الثقافية على التنوع وتحقيق الاندماج الاجتماعي الإيجابي، الجماعاتية بالجزائر وخيار المواطن، الاستعلاء الثقافي والمواطنة علاقة متعبة، نماذج تحليلية من بيئات مختلفة بكيفية التعامل مع التنوع، فشل النهج بالتوافق بإيجاد اللحلول الناجعة لأزمات لبنان المتكررة، قراءة بالتجربة الفرنسية ومزايا التنوع وأزماته، التنوع وعلاقته بالتنمية واستثمار قوة موضوعية أم تبديدة، التنوع البناء حاجة للتنمية وأمن للمجتمعات، مزايا التنوع والتعددية ومقاربة الاقتصادية، شروط تحقيق المواطنة بمجتمع متعدد، كيفية إمكان التنوع أن يساهم بصياغة ثقافة المواطنة والمجتمع والمواطنة بمجتمع متعدد والتحديات والفرص. وكما ترافقت الورشة بسلسلة من النقاشات والحوارات. أعلن الاتحاد اللبناني للتايكواندو عن استضافة بطولة آسيا للعام المقبل وعن كأس السفير الكوري الجنوبي السنوية التقليدية، وكرم البعثة اللي شاركت ببطولة آسيا وبدورة كوريا الجنوبية المفتوحة واللي حصدت خلالها 2 ميداليتين برونزيتين بواسطة لتيسيا عون وورد سلمان. وإجا الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي حاشر عقد بالقاعة الكبرى التابعة للنادي اللبناني للسيارات والسياحة لاتسائل الكسليك. تقدم الحضور السفير الكوري الجنوبي إيل بارك وعائلته، رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو دكتور حبيب ظريفي وعائلته،
أعضاء الاتحاد، عائلة اللاعبين ورؤساء أعضاء أندية، مدربين، أهالي اللاعبين، اللاعبات المكرمين ورجال الصحافة والإعلام. بداية بالنشيد الوطني اللبناني، فكلمة عريفة الحفل دانييلا كيلو رحبت فيها بالحضور وتحدثت عن الهدف من عقد المؤتمر منوهة بدور الاتحاد برئاسة الدكتور ظريفة وبتطوير اللعبة والعلاقة الوطيدة مع عائلة اللعبة. الكلمة الثانية لظريفة حيا فيها الصحافة الرياضية واللي لديها رسالة هامة لأكمال المسيرة الرياضية بلبنان على الرغم من الظروف الصعبة اللي بيمر فيها وطننا. وارتأينا استضافة بطولة آسيا بحزيران من العام المقبل. ورياضيو التايكواندو يعطون المثل الكبير للشباب وعلى تحقيق الأهداف والسير على خطى ومبادئ المؤسسة العسكرية. والاتحاد عم بحقق إنجازات كبيرة منذ سنوات عدة، وبعهد اللجنة الإدارية الحالية تم إحراز الميداليات الملونة والهدف المشاركة بأولمبياد باريس 2024 وإحراز ميدالية طال انتظارها للبنان منذ العام 1980، والعلاقة الممتازة مع السفارة الكورية ومع السفير بارك. بدوره تحدث السفير الكوري الجنوبي إيل بارك وأشار لثلاث أمور: الأولى الشعبية الكبيرة لرياضة التايكواندو بلبنان اللي عم تنمو كتير بالآونة الأخيرة، والثاني المستوى الرفيع للاعبين واللاعبات اللبنانية، والثالث سرورنا لاستضافة لبنان لبطولة آسيا للعام المقبل. ندعم الاتحاد اللبناني اللي عم يبذل الجهود الجبارة لتطوير اللعبة والترويج لها، والكتيبة الكورية الجنوبية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة بالجنوب اللبناني عم بتشارك بالعديد من نشاطات الاتحاد. ثم عرض الحكم الأولمبي دانييل خورانسانجيان الملف اللبناني لاستضافة بطولة آسيا بمجمع نهاد نوفل، وهو ملف متكامل ومحترف ومميز واللي نجح بنيل ثقة المعنيين خلال تقديم الترشيح، كما تحدث عن تفاصيل الحدث القاري الكبير من كافة النواحي وهو ما أثار إعجاب الحاضرين. وبالختام جرى تكريم رئيس البعثة لكوريا الجنوبية رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الجراند ماستر رالف حرب، الحكم الدولي الماستر إليا شيرو اللي اختير أفضل حكم بالاستحقاق الأسيوي بكوريا الجنوبية، الحكم الأولمبي دانييل خورانسانجيان، الجراند ماستر إيدي إليا، واللاعبين اللاعبات طارق مصلي، شربل كيريلوس، مارك خليفة، رالف حنيني، مارك زينون، واللاعبات ماريلا أبو حبيب، وليتيسيا عون، وورد سلمان. أعلنت منظمة أرابيان كومبيت سبور عن رزنمتها الإيطالية للأشهر القادمة خلال مؤتمر صحافي حاشد عقدته بالقاعة الكبرى التابعة للنادي اللبناني للسيارات والسياحة أتسأل بالكسليك. تقدم الحضور رئيس مصلحة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، رئيس منظمة الACS وليد عجاج وأعضاء المنظمة، عضو اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الجيودو والفروع والمحامي فرنسوا سعادي، رئيس اتحاد الفنون الإيطالية المختطة محمد داغر، بالإضافة لرؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية الإيطالية، رؤساء أندية، مدربين، لاعبين وحشد من رجال الصحافة والإعلام. النشيد الوطني افتتاحا، فكلمة عريف الحفل ومدير منظمة الACS رياض الرطل رحب فيها بالحضور باسم رئيس المنظمة وليد عجاج اللي بدوره ألقى كلمة مرتجلة عرض فيها النبذة التاريخية لتأسيس المنظمة وأهدافها ومبدأها والتعريف عنها، وأتبعت الكلمة بفيديو تعريفي عن المنظمة ونشاطات العام الجاري. ثم تحدث عجاج مجددا عن الأمسيات الإيطالية ومنها ليلة الفايت نايت 3 بالفنون الإيطالية المختلطة MMA، بالإضافة لدعوته للبنانية للمواكبة النزالات بالحضور للملعب وتشجيع لاعبي وطن الأرز. الكلمة الثالثة لعويدات اللي اعتبر بأنه هالمنظمة دخلت بشراكة وتعاون مع العديد من الاتحادات من أجل تطوير العديد من الرياضات الإيطالية وهي بمسار تصاعدي. بدوره أكد داغر بأنه إعادة إحياء اتحاد الفنون الإيطالية المختلطة MMA بأواخر عام 2020 وسط الأزمات الاقتصادية والصحية اللي بيعيشها لبنان بوقت لقت الخطة النجاح، وهي لنشر اللعبة على كافة الأراضي اللبنانية وتطويرها مع طاقات إدارية وفنية وأبطال وبطلات، ورفعوا اسم الوطن عاليا واللعبة منتشرة على جميع الأراضي اللبنانية. ثم أضاف رئيس الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينج عبد الرحمن الريس بأنه هيدا أمر ممتاز هالأمسيات الرياضية اللي عم تتنظم، وهو من شأنه رفع مستوى اللاعبين اللبنانية وزيادة احتكاكهم مع اللاعبين العرب والأجانب.
وأشار نائب رئيس اتحاد المواي تاي هلال النشار اللي قال أنه عجاج ورطل هني مفخرة رياضية